صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا منى صباح الخير عليك يا شاذلي صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان مفيش شك في السنين اللي فاتت كنا شايفين مع بعض طفره كبيره في البنى في مصر البناء المخطط والقائم على استراتيجية التوسيع العمراني أو التوسع العمراني اللي هيوفر جودة الحياة للمصريين التوسع اللي هيخلق مراكز حضارية جديدة وحيعيد توزيع السكان بعيد عن الشريط الضيق لوادي النيل من هنا كانت فكرة مدن الجيل الرابع اللي اتنقلت واتنفذت بالفعل وبقت موجودة على أرض الواقع مش هينفع نقول او مش هينفع ننكر ابدا ان البدايه كانت في تنفيذ اكبر مدينه ذكيه في الشرق الاوسط وهي العاصمه الاداريه بعدها مدينه العالمين الجديده والمنصوره الجديده وغيرها وغيرها 14 مدينة تانية في معظم المناطق والمحافظات ابتدت تنفذ لأنه حق التطوير لكل المصريين بكل تأكيد إحنا برضو عندنا يعني خبرة في الانشاءات خبرة كبيرة جدا واحنا مرينا بمراحل كتيرة جدا وكنا بنتكلم مع حضراتكم يمكن امبارح ان احنا من السبعينات وفي مشاريع متعلقة بالانشاءات مشاريع الجيل الاول ثم مشاريع الجيل الثاني والثالث اللي طبعا ما اكتملتش وما كانش فيها خدمات فبدل ما تكون جاذبة اصبحت طاردة دلوقتي احنا عندنا مدن من الجيل الرابع. كانت انطلاقة مهمة وكبيرة جدا في اقامة مناطق جذب متطورة وذكية خارج نطاق المدن القديمة الدولة نجحت بشكل كبير جدا في أنها تختار مواقع استراتيجية لإقامة هذه المدن على سبيل المثال الموقع العبقري لمدينة المنصورة الجديدة اللي بتمثل وجهة سياحية لمنطقة الدلتا بمواصفات عالمية هتكون نواة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والسياحة في المنطقة وطبعا المدينة فيها كل الخدمات يعني الناس اللي هتسكن في هذه المدينة مش محتاجين ان هم يخرجوا بره فيها مدارس فيها جامعات فيها بنية تحتية ذكية فيها نوادي فيها مولات فيها مناطق ترفيهيه فيها مناطق سياحية فيها كافيهات فيها مطاعم فيها حدائق مركزية يعني مدينة تقدر اللي يعيش فيها يقدر يعيش فيها طول السنة وما يحتاجش أنه يخرج منها كبير. واحد من المشاكل القديمة اللي كان الناس كتير بتكلم عنها العلب الأسمنتية اللي بتتفتح شهرين بس في السنة وبتفضل مقفولة طول السنة بتسكنها بس الطيور مثلا ولا حاجة لكن مع الشكل الجديد اللي احنا شايفينه هنشوف المنصورة الجديدة العالمين الجديدة الإسماعيلية الجديدة 14 مدينة ذكية المفروض انهم ان شاء الله يستوعبوا ممكن عدد يوصل ل 30 مليون نسمه ده اكيد هيخفف من التكدس السكاني وكمان هيساعد انه يوفر ملايين من فرص العمل فرص العمل دي بقى هتكون مباشره وغير مباشره في حجم عماله كبير جدا هيكون شغال على مدى السنوات اللي فاتت وعلى مدى السنوات اللي جايه كمان في المدن دي ده غير ان طبعا هنلاقي بقى المصانع هتوفر مواد خاصه بالبنى والشركات هتشتغل بالتبعيه في ناس تانية هتشتغل اكتر واكتر كل ده عوائد استثماريه بتحققها مدن الجيل الرابع، ده غير طبعا انها بقت يعني مناطق جذب كبيره جدا للاستثمار في كل المجالات يا شاسل طيب هل الدوله بتعمل هذه المدن الجديده في اماكن بعيده عشان نخفف الزحمه ونسيب القديم زي ما هو، نسيب الاقاليم، نسيب الريف، نسيب القرى؟ لا خالص، في الوقت اللي الدوله مهتمه فيه بهذه المدن الجديده والمدن الذكيه والعمران المستدام، كانت شغاله في نفس الوقت في مبادره مهمه جدا وعظيمه اسمها حياه كريمه. أكبر مشروع قومي وتنموي بيستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري، المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 ومن وقتها ولحد دلوقتي شغالين أربع سنوات من العمل المتواصل نجحت هذه المبادرة في أنها تحقق نقلة كبيرة جدا في حياة أهالي الريف على كل المستويات. عشان تكون التنمية مرتبطة بكل مواطن مصري سواء كان في العاصمة أو في الريف أو في أي مدينة من المدن الجديدة والذكية بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر هنبتدي زي حلقتنا من غير ما نصبح على لميه حمدين ونعرف منها احوال المرور صباح الخير عليك يا لميه صباح الخير عليك منا وصباح صباح الخير, الخير عليك شاذلي وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نستعرض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر خلونا نبدا جولتنا المروريه النهارده من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه اللي كمان بيشهد كثافات نسبيه لكن بسيطه شويه هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه انما كمان غير مؤثره وهنكمل ونروح لكوبري الجلاء وهناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه وكمان عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل كوبري أبو وافية وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير وإحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الوالي وعلى سكة الوالي في كثافات مرورية كبيره بتزيد بشكل ملحوظ اثناء صعودنا علي كوبري القبه بعد نزله الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي وبتختفي بعد كده تماما ونروح لحي باب الشعريه ونبدا من ميدان الحي اللي بيشهد سيوله مرورية نسبية هناخد طريق شارع الجيش وهنكمل وندخل شارع البنهاوي واللي من اوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة هنكمل لحد الاخر علشان نوصل لشارع الدراسة وهناك هنلاقي فيه سيوله مرورية ومكمله لحد الاخر في الجيزة تحديدا من شارع فيصل في هناك كثافات مرورية بتبتدي من المريوطية وواصلة ومكملة لحد كوبري فيصل، شارع الهرم كمان بيشهد كثافات مرورية واللي بتبتدي أيضاً من عند مستشفى الهرم، وناخد بالنا إن شارع الهرم مغلق في الاتجاهين بطول 500 متر وده بسبب أعمال إنشاء مترو الهرم، أما شارع ترسة فبيبدأ بسيولة مرورية متحركة لحد ما بتظهر بعض الكثافات الكبيرة، وبنفضل ماشيين لحد ما نوصل لشارع خاتم المرسلين، هناك برضو هنلاقي بعض الكثافات انما البسيطه شويه بتبتدي تزيد مع اخر الطريق. هنروح كمان لمحافظه اسيوط واللي بتبدا جولتنا هناك من قدام مستشفي الجامعه واللي بتشهد كمان سيوله مروريه ومكمله لحد جامعه اسيوط ولما نوصل هنلاقي كثافات مروريه بتبتدي تظهر ومكمله لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظه. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وتحديدا من ميدان أحمد جويلي وهناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة بعدها هنروح لشارع أم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق واللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا كمان أنه طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع ستة وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مروريه متحركه هتبدا تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض نروح لطريق احمد ابو زيد وهناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق الاسماعيليه الزراعي وهنفضل ماشيين لحد المنطقه الصناعيه وهناك هنلاقي بعض الكثافات المروريه المتحركه كده خلصت جولتنا المروريه ونروح مره تانيه لشاذلي ومنا نبتدي معاهم فقرات صباح الخير يا مصر شكرا, شكرا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تبقى فيه خطوات توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه وجه سياده الرئيس بالاسراع في امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وفق المواصفات القياسيه المعتمده دوليا وده بغض النظر عن التكاليف الماليه والتحديات الاقتصاديه ده طبعا خلال اقامه مجمع صناعي متكامل لتقديم هذه الخدمه النبيله الى كل انسان في حاجه اليها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمه الصحه العالميه والمجموعه الوزاريه المختصه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في خطوات امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وفق المواصفات القياسيه المعتمده دوليا بغض النظر عن التكاليف الماليه والتحديات الاقتصاديه ومن خلال اقامه مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمه النبيله الى كل انسان في حاجه اليها وذلك من منظور انساني واخلاقي وديني مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة. لانشاء مجمع صناعي شامل للاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه في مصر وذلك وفقا لاحدث المعايير التكنولوجيه والطبيه الدوليه وبالتعاون مع الخبرات العالميه وما لديها من علم وخبره وقدرات بما في ذلك منظمه الصحه العالميه وذلك للاستفاده من امكانات المنظمه في تدريب وتاهيل القوى البشريه المشاركه في المشروع تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولي فضلا عن التعاون مع الجمعية العالمية للاطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموائمة الاطراف الصناعية ومصانع الانتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية. كما تم في هذا الاطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمه الصحه العالميه والجمعيه العالميه للاطراف الصناعيه وتقويم العظام الى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد حيث اطلع الوفد على الامكانات المتواجده فعليا في مصر في هذا القطاع الى جانب المراكز المصريه المتخصصه وكذلك المستشفيات وهيئات الرعايه الصحيه خاصه مجمع الرعايه الصحيه بالاسماعيليه الذي تم تطويره على احدث النظم العالميه ضمن منظومه التامين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافه محافظات الجمهوريه. وذلك بهدف الوصول الى المستوى المامول على صعيد التامين الطبي لذوي الاعاقه الحركيه. كما اطلع السيد الرئيس على زياره الوفد الفني الميدانيه الى مركز التاهيل بالعجوزه التابع للقوات المسلحه والذي يقدم خدمه تاهيليه متميزه لذوي الاعاقه الحركيه. فضلا عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز الذي يقوم بتجميع وموائمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وقد أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حاليا في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمه موائمه الاطراف للمرضى بما يفتح الأفاق لانشاء المجمع الصناعي الجديد فكره تصنيع الاطراف الصناعيه دي موجوده من زمان جدا عندنا في مصر يمكن بترجع تاريخيه يعني لقدماء المصريين اول طرف صناعي موجود اصلا كان من ضمن الاثار اللي لقيناها من قدماء المصريين لكن احنا عندنا كمان يمكن اكتر من مصنع في تصنيع الاطراف الصناعيه يمكن اقربهم كان في 2019 كان في افتتاح لمشروع كبير في الصعيد لتصنيع بعض الاطراف الصناعيه ولكن يعني المره دي الوضع مختلف خالص والشكل مختلف خالص خصوصا بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطراف كتير من منظمه الصحه العالميه علشان يتكلم معاهم عن الفتره القادمه في كيفيه التصنيع وطريقه التصنيع. في جمله مهمه جدا استوقفتني في في هذا الخبر انه بغض النظر عن التكاليف الماديه والازمه الاقتصاديه احنا ماضيين في هذا الامر لانشاء مجمع لتصنيع الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه. انت بتسعى لأنك تكون مركز اقليمي برضه في ده زي ما سعيت لانك تكون مركز اقليمي للطاقه مركز اقليمي لانتاج الهيدروجين الاخضر انت بتسعى لانك تكون مركز اقليمي لانتاج الاطراف الصناعيه ومن ثم ارسالها الى باقي الدول دول المنطقه اللي طبعا بكل تاكيد اكيد هتلاقي عندهم احتياجات لهذه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه انا عايز اربط بس انه من اقل من شهرين 20 سبتمبر اللي فات رئيس عمل اجتماع مع نفس الوزارات المعنيه والوزراء المعنيين عقد اجتماع بهذا الخصوص، ده تاكيد على ان الريس مهتم بشكل شخصي انه يتابع كل التطورات اللي حصلت في هذا الملف ويتابع نتائج الزيارات لان احنا هدفنا في الموضوع ده هو توطين الصناعه عندنا ونقل التكنولوجيا مش الاستيراد خالص، احنا موضوع الاستيراد ده شلناه على جنب دلوقتي، احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نوطن الصناعه وده طبعا ياتي عن طريق نقل التكنولوجيا فبالتالي بنبعت كل فتره وفود الى الخارج عشان ننقل التكنولوجيا ونتعلم وفي نفس الوقت في وفد من منظمه الصحه العالميه موجود دلوقتي عشان برضو يشوف امكانياتنا ايه في هذا الموضوع في شهر واحد من عام 2021 يعني احنا بنتكلم في حوالي سنتين وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت منظومة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية هذه المنظومة غرض الوزارة منها أن هي نعرف احتياجنا المحلي عامل ازاي من الاطراف الصناعيه عملنا موقع وحتى اللي مش بيدخل على الموقع ممكن يتصل ب 150 يدي بياناته عشان يكون عندنا قاعده بيانات لاحتياجنا المحلي من الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه بالمناسبه بيتعاملوا مع كل حالات البتر سواء بتر في الاصابع او في اليد او في القدم او في كراسي كمان متحركه او في حالات الشلل بيتعاملوا مع كل هذه الاجهزه. ممكن تتصل ب 150 لو حد محتاج مثلا جهاز من الاجهزه التعويضيه يتصل ب 150 يدي بياناته عشان يكون عندنا قاعده بيانات للاحتياج للمكان اللي هو موجود فيه لطبيعه احتياج هذا الشخص والمنظومه بتاعتنا اللي احنا اطلقناها دي بتستهدف انتاج مليون طرف صناعي وجهاز تعويضي على مدار خمس سنوات بواقع 200 الف كل عام وطبعا ممكن تزيد بحسب الاحتياج وبحسب الضغط وبحسب الطلب على هذه الاجهزه التعويضيه هل بياخدوا الاجهزه التعويضيه دي بيدفعوا ثمنها في نفس التوقيت؟ اطلاقا، وزاره التضامن الاجتماعي بتتعاون طبعا مع منظمات المجتمع المدني وفي قروض ميسره من خلال بنك ناصر وفي حاجه كمان مهمه بالنسبه للاشخاص غير القادرين في ابحاث اجتماعيه بتتعمل، الدوله بتتحمل نتيجه ده ليه؟ لانه الهدف في النهايه هو هدف انساني. اكيد، دلوقتي خلينا نروح للميا حمدين نتعرف معاها على اسعار الذهب والعملات، لم تفضلي. شكرا لك يا منى. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه وهنبدا بالدولار الامريكي سعر البيع فيه 24 جنيه و52 قرش والشراء 24 جنيه و59 قرش اليورو سعر البيع فيه 25.41 والشراء 25.49

ودلوقتي نشوف متوسط اسعار الذهب النهارده وهنبداها بعيار 18 سعر السوق النهارده 1264 جنيه للجرام عيار 21 1475 جنيه للجرام عيار 24 1686 جنيه للجرام واخيرا جنيه الذهب سعر السوق النهارده 11800 جنيه ودلوقتي نرجع مره ثانيه لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي الفقرات شكرا ليكي لنا ايضا امبارح كان في مجموعه من الاحداث المهمه ابرزها الاجتماع الاسبوعي للحكومه واللي عقد برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الصيغه النهائيه لوثيقه سياسه ملكيه الدوله وده تمهيد لرفعها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان امبارح رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقات بين اتيدا وعدد من الشركات العالميه والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 65 بالجيش الثالث الميداني في مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت امبارح منها الاجتماع الاسبوعي للحكومه اللي عقد برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على الصيغه النهائيه لوثيقه سياسه ملكيه الدوله تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي وده بعد تنفيذ التعديلات النهائيه اللي اوصى بها الخبراء والاقتصاديين خلال مناقشات الحوار المجتمعي امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بصلاح سالم توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات ليها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في مصر الاتفاقيات دي بتستهدف توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سينا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي ولم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، وقال إنه تم توقيع كشف طبي عشوائي على طلاب المدارس في المحافظة، وتبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك ان القوات المسلحه نظمت احتفاليه لتسليم شهادات اعتماد الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد لكليه القاده والاركان واللي جاءت تتويجا لاهتمام القياده العامه للقوات المسلحه بالمنشات التعليميه بالقوات المسلحه لتخريج اجيال قادره على التسلح بالعلم والمعرفه لخدمه الوطن ورفع رايته خفاقه في كافه المحافل الاقليميه والدوليه امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ان الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مركز القيادة الخارجي اعصار 65 واللي بتنفذه احدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني وهيستمر لعده ايام وده في اطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. امبارح ايضا المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك انه في اطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقه والشقيقه، نفذت القوات الجويه المصريه واليونانيه التدريب الجوي المشترك مينا اثنين بمشاركه تشكيلات من الطائرات المقاتله متعدده المهام لكلا الجانبين باحدى القواعد الجويه المصريه. أما في المحافظات ففي مجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح في محافظات مصر من أبرز هذه الموضوعات الانتهاء من تبطين تسعة ترع ضمن حياة كريمة في الإسكندرية وتنفيذ 36 مشروع بقطاع تحسين البيئة باستثمارات 179 مليون جنيه في المنوفية بالإضافة إلى تشغيل المركز الطبي لجامعة العريش لخدمة أهالي سينا وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير محافظات مصر شهدت امبارح اخبار واحداث كتيره البدايه من الفيوم اللي تم فيها امبارح بدء التشغيل والانتاج الفعلي بمصنع اعلاف جرافس بمركز سنورس بعد صيانته وتشغيله تجريبيا خلال الاسابيع اللي فاتت وده في اطار الاستغلال الامثل لاصول الدوله وممتلكاتها في شمال سينا بدأت جامعة العريش تشغيل المركز الطبي للجامعة لخدمة أهالي سينا، المركز بيوفر عدد من التخصصات الطبية اللي بيقدمها مجموعة من أساتذة كلية الطب جامعة العريش بأسعار رمزية، وده من منطلق الدور الخدمي والمجتمعي للجامعة في دعم أهالي شمال سينا وخاصة فيما يخص الجوانب الطبية. فاسوان قرر المحافظ اللواء اشرف عطيه تشكيل لجنه فنيه تضم المتخصصين والاستشاريين من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والسياحه والاثار والري والتخطيط العمراني والمحليات لاعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل سمارت وصديق للبيئه وهو ما يساهم في خلق مقصد جديد جاذب للحركه السياحيه في كفر الشيخ نظمت مديريه الشباب والرياضه بالمحافظه دوره انقاذ الغرقه لاعضاء فرق الجواله ومراكز الشباب التابعه لها بالتعاون مع الاداره المركزيه لتنميه الشباب والاتحاد المصري للغوص والانقاذ في المنيا تفقد المحافظ اللواء اسامه القاضي اعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملاوي اعلى ترعه الابراهيميه جنوب المحافظه واللي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر على خمس محاور بتربط شرق ملاوي بغربها وشمالها في سوهاج أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة حملة ستر ودفا اللي بتستهدف توزيع الآلاف من البطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة لمجابهة فصل الشتاء فأسيوط تم تنظيم حفل زفاف جماعي لمئتين شاب وفتاة من أبناء محافظات الصعيد حضر الحفل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. في المنوفية قال المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إن الاستثمارات اللي تمت بقطاع تحسين البيئة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي قيمتها حوالي 179 مليون و18 ألف جنيه، وتم من خلالها تنفيذ 36 مشروع متنوع. في الاسكندريه قال المحافظ اللواء محمد الشريف ان المحافظه بتعمل حاليا على الانتهاء من تبطين وتاهيل اخر ترع في المشروع اللي بيتضمن تبطين عشر ترع واكد انه حاليا تم الانتهاء من تبطين وتاهيل تسع ترع بنسبه ميه في الميه في جنوب سيناء انطلقت حملة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي بي لطلبة مدارس التمريض بالمحافظة وده في اطار خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار التهاب الكبدي بي وتحصين الفئات الاكثر عرضة للاصابة به بصبح عليكم مرة تانية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وفي فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. في كمان شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينا وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 درجة وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل باقي فقرات. بكل مشاهدينا من جديد دلوقتي جامعتنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة منها هيتم افتتاح المهرجان الأول للزيتون الساعة عشرة ونص الصبح وحيستمر لمدة خمسة أيام في حديقة الأرمان في الجيزة النهاردة كمان هتبتدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثاني على التوالي النهارده كمان هيكون في اربع مباريات قويه في الجوله الثالثه والاخيره لدور المجموعات في كاس العالم بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم افتتاح المهرجان الأول للزيتون الساعة عشرة ونص الصبح وهيستمر لمده خمس ايام بحديقه الارمان في الجيزه. المهرجان هيتضمن معرض للزيتون وكل منتجاته وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور باسعار وعروض حصريه للمهرجان. وكمان هيشمل فقرات ترفيهيه وتثقيفيه ومسابقات عديده ده غير فقرات يوميه للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائيه واهميته الصحيه. النهارده هتبدا الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر مع استمرار صرف المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات للشهر الثاني على التوالي وبيستفيد من المنحه دي 10.7 مليون مستحق معاش في مصر النهارده كوكب المريخ هيوصل لاقرب مسافه ليه من الارض بيطلق عليها نقطه الحضيض وهيكون في حدود 80 مليون كيلومتر في ظاهره بتحدث كل سنتين تقريبا ومفيش ليها اي تاثير على كوكبنا بالنسبه لماتشات كاس العالم النهارده في اربع مباريات قويه في اطار الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا الساعه 5 وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب كرواتيا مع بلجيكا الساعه 9 بالليل هيلتقي منتخب اسبانيا مع منتخب اليابان وفي نفس التوقيت مباراه منتخب المانيا مع منتخب كوستاريكا تابعنا مع بعض استمرار صرف المعاشات للشهر الثاني على التوالي المنحة الاستثنائية اللي بيتم صرفها بواقع 300 جنيه أو بنسبة 30% من الأساسي لأصحاب المعاشات اللي بيستفيد منها أكثر من 10 مليون و700 مستفيد من أصحاب المعاشات وكمان تابعنا النهاردة في التقرير عن الأربع مباريات اللي موجودين النهاردة في اهتمام عربي كبير في مباراة المغرب وكوستاريكا اللي هتكون مغرب وكندا اللي هتكون موجودة النهاردة عندنا مباراة تانية كمان كرواتيا وبلجيكا اسبانيا واليابان والمانيا وكوستاريكا النهارده في وجبة كروية دسمة إن شاء الله خلينا نروح على طول للميا ونشوف معاها آخر أخبار الطقس تفضلي يا لميا شكرا لك يا منى بصبح عليكم مرة تانية هيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون مائل للبروده على كافه الانحاء والنهاردة في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان في شبورة الصبح بدري على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك استاذه وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك يا فندم عن حاله الطقس النهارده خصوصا ان في امطار وفي شبوره عاوزين نعرف اماكنها بالظبط والناس تاخد بالها ازاي بقى يعني هل في كثافه فيها ولا خفيفه شويه خلينا نقول ان احنا بالفعل اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، تاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه معظمها كتل هوائيه شرقيه قادمه من شبه الجزيره العربيه، مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس هنحس بالارتفاع في درجات الحراره خلال فترات النهار، الساعات الاولى من الصباح هنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المائله للبرودة لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع اشعه الشمس لان هيكون في صفاء في الاجواء خاصه في المناطق الداخليه، فهنحس بالاعتدال في الاجواء وطبعا الطقس الدافي خلال فترات النهار علي اغلب المناطق الساحلية المطلة علي البحر المتوسط محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى حتي محافظات شمال الصعيد الاجواء بتكون اجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه انخفاض كبير في درجات الحراره فترات الليل هنحس بيه اليوم والايام القادمه الفرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 و 12 درجه مئويه بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على مناطق محدوده من سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المناطق من شمال الوجه البحري نسبه الحدوث لا تتجاوز ال 30% وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره هو تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى محافظة. الوجه البحري السواحل الشماليه مدن القناه وايضا شمال الصعيد وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه لان احنا خلاص بدانا نحس بالبروده فترات الليل هدوء لسرعات الرياح كل العوامل بتساعد على تكون الشبوره المائيه بشكل كبير وانخفاض في الرؤيه الافقيه فمهم ننصح قائد المركبات والمسافرين على الطرق في معاد تكون الشبوره المائيه القياده بهدوء تام نتبع كافة تعليمات المرور لان الشبوره المائيه دي هتكمل معانا على الاقل منتصف الاسبوع القادم باذن الله هيكون كمان في استمرار لدرجات الحراره حول المعدلات ما بين ال 24 وال 23 درجه مئويه على القاهره الكبرى لكن برضه ناكد ان فترات الليل هنحس بالانخفاض في درجات الحراره فمهم إن نرتدي الملابس الشتويه خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر واحنا لسه في فصل الخريف اللي دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه فمهم جدا متابعه النشرات الجويه ونشكرك في النهاية شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف محافظات مصر نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 14 العاصمة الإدارية 24-14 اسكندرية 23-14 العالمين الجديدة 23-14 مطروح 23-13

الأقصر 27 13 وأسوان العظمى 28 والصغرى 14 بكده عرفنا الطقس وحالة الطقس النهارده ايه وعرفنا درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات مصر ومرة تانية هنرجع لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي إيه فقراتنا شكرا لك حياة كريمة في أسوان شغالة بشكل مكثف في عدد من المشاريع التنموية والاجتماعية والخدمية من ضمن هذه المشروعات تم إنشاء 62 مجمع خدمي وزراعي داخل مراكز إدفو وكومبو وناصر النوبة وصلت نسبه تنفيذ فيهم لحوالي 92%. مشروعات حياه كريمه في اسوان بيتم العمل فيها بشكل مكثف طبقا للبرامج الزمنيه المحدده لاحداث تطوير شامل ونقله نوعيه في حياه قرى الريف في المحافظه. المشروعات اللي بتشتغل عليها المبادرة في أسوان هي إنشاء 62 مجمع خدمي وزراعي داخل مراكز إدفو وكومومبو ونصر النوبة ووصلت نسبة التنفيذ فيهم حوالي 90% بجانب مشروعات تانية كتير في باقي القطاعات توجيهات خاصة تم العمل عليها بإعطاء الأولوية للشباب الأسواني للعمل والمشاركة في هذه المشروعات والاستفادة من الملحمة الوطنية غير المسبوقة والمشروعات اللي بتتم داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع مدرج بالمبادرة الرئاسية. المبادرة نجحت في مرحلتها الأولى في تجاوز العقبات والتحديات اللي كانت موجودة زي بعد المسافات بين القرى والنجوع والتوابع وكمان صعوبة التضاريس وطبيعة الأرض الصخرية في المحافظة بجانب اختيار نوعية العمالة المشاركة في إنجاز المشروعات. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن مشروعات المبادره معانا على التليفون اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان صباح الخير سياده المحافظ صباح الخير ازيك استاذه منى محمد حياتي ليكم وصباح صباح الخير, الخير. الخير على المشاهدين جميعا اهلا بحضرتك بدايه كده عايزين نعرف عدد المجمعات الخدميه والمجمعات الزراعيه اللي بتستهدفها المبادره الرئاسيه حياه كريمه داخل قرى محافظه اسوان طبعا احنا لازم في البدايه بنقدم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره الرئاسيه هي فعلا مبادره من المبادرات العظيمه جدا اللي فعلا بتحول الريف المصري الى يعني تخش بقى داخل بقى المدن نحس ان احنا داخل مدن مش داخل ريف وده احنا اللي لا احنا نحس بيه كتنفيذيين لما بندخل جوه القرى وبنحس قد ايه باللي بيتم شيء عظيم جدا وبنقعد مع المواطنين كل المواطنين بيروحوا بنفسهم يشوفوا ويتفرجوا ويبقوا جدا جدا. فانا يعني دي البدايه وبحب اكد عليها وفي نفس الوقت بقول ان احنا عندنا ثلاث مراكز رئيسيه مركز ادفو مومبو ونصر النوبه بالاضافه ل 31 قريه رئيسيه و380 تابع لهذه القرى. اما بقى فيما يخص المشروعات يعني احنا بنتكلم في جزئيه المجمعات بس المجمعات هم 31 مجمع من المجمعات اللي هي مراكز تكنولوجيه كامله فيها كل فيها كل الخدمات اللي بتقدم من شهر عقاري وسجل مدني وتموين وتضامن اجتماعي وبريد وهكذا اما المجمعات الخدميه الاخرى اللي هي المجمعات الزراعيه ودي مهمه جدا طبعا بحكم ان احنا ريف فطبعا دي فيها كل الوحدات البيطريه ومخازن الأسمدة وبعدين نؤكد ان كل التكاليف اللي, اللي بتتم حاليا دلوقتي داخل محافظه اسوان تجاوزت ال 21 مليار جنيه حتى الان وان كان بعد مم. موضوع السيول واللي حصل في السيول كان وجود سياده الريس شيء كان له اثر ايجابي على المحافظه ان كمان ضاف اسوان وضاف اخر مركز كمان دراو معاهم فبالتالي جميع مراكز ومدن محافظه اسوان دخلت في حياه كريمه عظيم. وده تكريم كبير جدا من سياده الريس طيب سياده المحافظ لو هنتكلم عن نسب التنفيذ يعني احنا في صباح الخير مصر كنا عندكم تقريبا في شهر سبتمبر مش اللي فات ده لا اللي قبله يعني من سنه وثلاث شهور بكل تاكيد معدلات الانجاز اختلفت وتغيرت وهنا عايز اتكلم عن حاجه يمكن حضرتك اشرت ليها دلوقتي في كلامك قلت انت بتدخل الريف ما تحسش انك في ريف تحس ان انت داخل مدينه وداخل مركز كان في مركز شباب بيتعمل على ما اتذكر في نجع الشيخ علي فكانت البدايه وكانوا اه بيبتدوا لسه بيعملوا في مركز شباب معدلات الانجاز بشكل عام وصلت لفين؟ احنا فعلا المفروض ان احنا كنا 31/12 الحالي نكون انهينا هذه المرحله بنسبه 100% مم. يعني احنا بنتكلم في نسب انجاز تجاوزت ال 95% وفي بعض المشروعات تجاوزت ال 100% ودي نسبه كبيره جدا جدا. بنقول لحضرتك ان احنا حاليا كمان حضرتك يمكن اتكلمت في التقرير على ان محافظه اسوان من المحافظات اللي ليها طبيعه خاصه احنا محافظه طوليه علشان تتخيل حضرتك مش محافظه ممكن يعني ايه عايز تقول ان هي ممكن توصل من عند من عند اسوان لحد ما توصل لحد يعني يعني لحد اخر اسوان تتعدى م. 350 كيلو فمعنى كده ان احنا ليها طبيعه خاصه دي رقم واحد رقم اثنين الطبيعه بتاعتها كمان جبليه ويمكن لما بنشتغل على المشروعات كلها خصوصا البنيه التحتيه بتاخد مجهود كبير جدا لان احنا زي ما قلت لحضرتك كده ان فيها طبيعه خاصه جدا في التعامل مع الـ 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 البنيه التحتيه. في 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 جزئيه مهمه بحب اتكلم فيها وهي آه ان احنا يعني الحمد لله في تم الانتهاء من 75% من اعمال الصرف الصحي كل داخل القرى وده شيء عظيم جدا يمكن احنا ما كنا قبل كده موضوع الصرف الصحي داخل القرى ده بالنسبه لنا حاجه زي زي ما كنت معجزه وبالتالي طب. دخل بعدها الغاز الطبيعي مباشره على طول وتخيل بقى حضرتك ان الغاز الطبيعي حاليا دخل الكره وفي اربع كرة تم الانتهاء من الغاز الطبيعي بنسبه 100% وان شاء الله خلال الايام القادمه كل يوم بيحصل جديد داخل محافظه اسوان وانا بطمن حضرتك ان حتى كمان بيشترك معانا كافه القطاعات من المجتمع المدني سواء الجامعه او المجلس القومي للمراه مؤسسه حياه كريمه طبعا اساسي إلا أن التوعية والإرشاد الصحي والمبادرات اللي بتتم داخل صرح حياة كريمة وطبعًا كل القوافل الطبية اللي تمت خلال الفترة الأخيرة دي عاملة عاملة إضافات غير عادية ولازم نأكد كمان أن محافظة أسوان من المحافظات اللي اشتركت في المشروعات الخضراء الذكية كان عندنا قرية فارس من هذه القرى اللي فعلًا تم العمل عليها بوقت الدولة كلها بالكامل وإحنا طبعًا كنا مشرفين على هذا الموضوع ومشروع كان عظيم جدا ان ديت القريه الاساسي اللي ان شاء الله هيتعمل زيها 175 قريه على مستوى الدوله بالكامل. ان شاء الله بالاضافه بقى لاحلال وتجديد ومد خطوط لشبكات الميه وشبكات الكهرباء واعمده اناره ولازم نشوف يعني احنا احنا كنا فين وبقينا فين حاليا دلوقتي لما اهتمنا بالبنيه التحتيه كنا فين قبل كده؟ بالاضافه كمان ان الدوله ما خلتش الموضوع حياه كريمه مجموعه من الانشاءات فقط لا ده اشتغلت على مستوى معيشه الفرد وبدانا نشوف يعني احنا برضو مع مع الدوله الدوله طبعا مشكوره في بعض المجمعات الصناعيه اللي اتعملت جوه الكرة زي مجمع بلانه ومجمع مصر النوبه ومجمع الرمادي في اتفو. كل المجمعات ديت عملت حالة للسيدات وانت طبعا عارفين ان اسوان بتتميز بان السيدات بتشتغل في الاعمال اليدوية وفي منتجات النخيل شيء ظاهر جدا دلوقتي. سياده المحافظ 31 قريه رئيسيه 101 قريه فرعيه واكثر من 315 نجع وعزبه بتستفيد من المرحله الاولى في مشروع حياه كريمه يمكن 722 مشروع على مدار عام تم تنفيذهم او تم وضع حجر الاساس ليهم كل الشكر ليك اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لاهم الاخبار مع شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاسراع في امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وفق المواصفات القياسيه المعتمده دوليا وذلك من خلال اقامه مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمه النبيله الى كل انسان في حاجه اليها كما وجه الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس وحده الوسائل التكنولوجيه المساعده والاجهزه الطبيه بمنظمه من الصحه العالميه ورئيس الجمعيه العالميه للاطراف الصناعيه وتقويم العظام وممثل منظمه الصحه العالميه في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه بالاخذ في الاعتبار امكانيه تطوير المجمع الصناعي للاجهزه التعويضيه ليصبح مركزا اقليميا لتقديم تلك الرساله الانسانيه لكل دول المنطقه اكدت وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون انه لا خطط نهائيه حتى الان لتسليم اوكرانيا صواريخ باتريوت مشيرا الى استمرار التشاور مع الحلفاء في هذا الصدد واوضحت الوزاره ان شحن الصواريخ باتريوت ربما تصل الى الاراضي الاوكرانيه عن طريق دوله ثالثه لم يسمها لافتا الى ان نشر نظام الباتريوت في اوكرانيا سيغير من قواعد اللعبه مع روسيا قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات الروسية اختبرت طرقا جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأوضح شويجو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة تم اختبار طرق جديدة لاستخدامها القتالية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مقر اداره الطيران والفضاء الامريكيه ناسا حيث اكد ان التعاون بين الولايات المتحده وفرنسا ضروري لمواجهه وجود دول مارقه في الفضاء وقال ماكرون ان الفضاء يمثل مكانا جديدا للصراع وانه من المهم لفرنسا والولايات المتحده العمل معا على وضع القواعد والاعراف لانهما يشتركان في الالتزام بالعلوم والقيم الديمقراطيه We have crazy players in the space uh, uh, as well, and uh, we have rock. انتخب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفرز عزيم زعيما لهم ليصبح أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفرز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكي وسيتولى سيتولى جيفرز زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير المقبل amazing. كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف أكتوبر الماضي وقال المتحدث باسم القيادة المركزية سانت كوم في بيان إن, أن مقتل زعيم داعش الإرهابي يمثل ضربة أخرى قوية للتنظيم الإرهابي الذي أكد أنه لا يزال يشكل خطرا على المنطقة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع في منتهى الاهميه تابع فيه خطوات توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه وجه سياده الرئيس بالاسراع في امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وده يكون وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده دوليا وده بغض النظر عن التكاليف الماليه والتحديات الاقتصاديه ده هيكون من خلال اقامه مجمع صناعي متكامل حيتم تقديم فيه هذه الخدمه النبيله لكل انسان محتاج ليها. تفاصيل اكتر ممكن نعرفها من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ صباح الخير يا استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور لو قلنا اهميه توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه في مصر، الفكره ان احنا نبقى المركز الرئيسي لمثل هذه الصناعه في المنطقه. حريتك الصبح في مقدمه حضرتك كلمت على ان يعني في بعض الصناعات للاطراف الصناعيه والوسائل المساعده موجوده في مصر حقيقي كلها في حاجات طبعا بمستوى رفيع في بعض المؤسسات وفي بعض الصناعات الاحترافيه حرف يعني موجوده في عائلات بتصنع هذه الاطراف احنا النهارده بننتقل الى طفره اخرى كبيره جدا انك انتي حضرتك بتتولي يعني الدوله تتولى انشاء هذا المجمع بالتعاون مع الخبرات العالميه المتقدمه عشان حاجتين الوفره وده بعد انساني كبير جدا لكل الفئات اللي هي بتحتاج هذه الوسائل وطبعا سيادتك عارفه ان هذه الـ الـ يعني المعوقات او العاهات بتنتج عن حاجات كتير جدا ممكن امراض ممكن جزء خلقي ممكن اصابات حوادث الى اخره <applause> فالفكره او هذا التوجه للسيد الرئيس بدا منذ فتره يعني النهارده الاجتماع بتاع امبارح ده الحقيقه هو بيستكمل منظومه بقالها سنتين تقريبا للوصول الى الهدف بتاعنا في وجود مجمع صناعي متطور حديث على احدث مستويات بالتعاون مع المؤسسات العالميه <applause> وعشان كده الوفد اللي كان موجود ده بيحمل خبرات عالميه عندهم قدرات في هذا المكان عشان نوصل الى المستوى العلمي والفني آه وجوده عاليه جدا تقدم بكل المعايير العالميه للمواطن المصري. آه بالاضافه للخبره التراكميه اللي موجوده في مصر وحتى الفئات اللي بتشتغل في هذا الاتجاه آه ان شاء الله تضم لهذه المنظومه بحيث يتم الاستفاده الكامله من خبرتهم في هذا المجال. ودي طبعا نقاط مهمه جدا جدا يعني. بكل تاكيد يا فندم، كنا بنتكلم برضه يا فندم عن انه الاجتماعات بتحصل بهذا الخصوص بشكل دوري، كنا لسه في 20 سبتمبر في اجتماع وحضرتك طبعا كنت موجود مع سياده الرئيس في هذا الاجتماع وكان موجود وزير التعليم العالي ووزير الصحه وزاره التضامن يعني الوزارات المعنيه عشان يكون في عمل ويكون في تكاتف تكون في ابحاث ويكون في شغل كمان على ارض الواقع هذه يعني الصناعه كل المؤسسات يا استاذ محمد المعنيه بالامر م. كل الدوله بتشارك في هذا ودي دايما جزء كبير من المشروعات الكبيره اللي بتتم عشان يبقى في تكامل وتناغم وكل الجهات تساهم في هذا وتبقى منظومه واحده وطنيه تقدم الخدمات المطلوبه م. للمواطنين هذه الصناعه يا فندم هي صناعه مكلفه ازاي وزي ما سياده الرئيس قال في, ظل الازمه الاقتصاديه العالميه ايا كانت التكلفه فاحنا قادرين ان احنا نعمل ده شوف سيادتك هذه دايما فكر سياده الرئيس في هذا الاتجاه انك تعمل حاجه تعملها متكامله تعملها على مستويات عالميه رفيعه المستوى م. تاخد نوع من الضمان او الاعتماد من المؤسسات العالميه زي ما شفت كده في مؤسسه عالميه اللي هي منظمه الصحه العالميه والجمعيه العالميه لصناعه الاطراف الصناعيه والوسائل المكمله مم. ففي الاخر انت بتاخد اكريديتيشن من هذه الجهات بتقول لك ان المصنع ده معمول حسب المواصفات المعتمدة معتمد بتقول لك امكانياته معتمده عالميا بتقول لك منتجك معتمد عالميا بحيث انك تقدر هذا المنتج تقول المنتج بتاعي كويس وعلى فكره الحاجه لما بتتعمل بمستوى رفيع مهما تكلفت بتعيش اطول صحيح. وبجوده احسن م. يعني الانسان اللي محتاج هذا المكمل الصناعي طرف مثلا ما كانش هيبقى مناسب ليه تماما بيركب بطريقه سلسه بيعيش فتره اطول الماتيريال بتاعته جيده مش هريحه وبعدين تبص تلاقي سيادتك يقعد مثلا ست شهور سنه وعايز يغيره لكن لا. انا لما بدي له حاجه كويسه بجوده عالميه بدل السنه تعيش خمس سنين يبقى انا في الواقع انا وفرت وريحت المريض وحسيته بالامان في الطرف اللي بيستعمله فدي نقطه في منتهى الاهميه يواكب هذا بقى حضرتك <applause> ان احنا النهارده في مدارس فنيه متخصصه في تخريج الفنيين في الاطراف الصناعيه وفي بعض المعاهد الحقيقه بيواكب هذا على التوازي تطوير كبير جدا في هذه المؤسسات بحيث الناس دي تاخد الخبره العالميه الجوده العالميه ومش بس اطلع بقى فني يركب الجهاز او يشيله او يحط قطعه غيار او يعلم المريض يستعمله ازاي لا ده انا كمان بأخذك فنيين يشتغلوا في هذا الصناعه فيبقى عندي كوادر فنيه جاهزه لهذا آه لتدريب العمال والفنيين بحيث المصانع تبقى شغاله بجوده عاليه ويبقى عندك بعد كده وفره في الانتاج تقدر تصدر حضرتك وجود العمل التكاملي دكتور عرض كبير مهم جدا جدا لهذه المؤسسات العالميه ايوه بالتوازي مع المصنع اللي هيتعمل بخبرات مصريه بقدرات مصريه تعالوا انا ادوني ديزاين بتاع مصنع معين تاني واديكوا الارض وابنلكوا المصنع وهات معداتك وتعالى صنع كمان عشان منتجات وفي نفس الوقت تصدير وجود العمل التكاملي في حد ذاته او فكره ان احنا نبتدي نصنع الاطراف الصناعيه بجوده عاليه تدريب العماله عليها بنحاول ان احنا نسد احتياجات السوق سواء كانت من الايدي العامله اللي محتاجين انها تكون مدربه او الجوده العاليه للاطراف الصناعيه ده هيقضي على قوائم الانتظار اللي ممكن تكون موجوده في اماكن كتير للاطراف الصناعيه واحنا عارفين انه بتهتم الدوله المصريه دايما بمنظور حقوق الانسان أو دائما في قراراتها بتبص دايماً لهذه النقطة، فكرة الحق في العيش بالاستقلالية وبكرامة وبدون الاعتماد على الآخرين، وإن الجميع له الحق في فرصة أخرى يتعامل بها بجميع إمكانياته، ده إزاي هيتم توفيره من خلال توفير أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية؟ يعني زي ما كده القضاء على قوائم الانتظار، قوائم الانتظار دي بتشمل عمليات جراحية في رفيعة المستوى يعني احنا اتعمل السنه اللي فاتت لغايه شهر 11 اوله حوالي مليون ونص عمليه جراحيه مليون ونص وحاجات بقى ايه حالك متطوره جدا جراحات قلب جراحات مخ استبدال مفاصل زرع اعضاء عمليات عيون في مختلف التخصصات النهارده سالتك يعني في حاجات عمليات كان ممكن تستنى سنه وسنه ونص مش بس عندنا في كل دول العالم فالنهارده أنا لما بختصر هذه المده شوفي سيادتك قد إيه أنا برفع العبء عن المريض عن أسرته بحوله إلى طاقه منتجه ممكن يكون معطل نتيجه للإصابه اللي عنده أو المرض اللي موجود عنده وأيضًا بتدي نوع من السعاده والرضا والاطمئنان لهذه الفئات نفس الشيء حضرتك يا أستاذه منه بينعكس تمامًا على زول الاحتياجات الخاصة لبعض هذه الأجهزة إن أنا بوفر له جهاز بدي له أحسن مواصفات بدي له مكان يركب فيه جهاز مكان يتابعه مكان يصونه الماتيريال بتاعته المادة المواد المصنعة منها مواد ذات كفاءة عالمية وجودة عالمية مم. كل دي زي ما حضرتك قلت بينعكس تماما تماما على إحساس المواطن قد ايه الدوله مهتمه بيه بتقدم له كل ما يحتاجه من امكانيات سواء علاجيه او وقائيه زي الفاتينات وكده او ايضا اجهزه تعويضيه او صناعيه. تمام اي رساله مصر تريد ان توصلها لدول المنطقه والاقليم ومن ثم دول العالم بحرصها لأنها هي تكون مركز اقليمي لتصنيع الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه هنا. مصر قادره واللجنه اللي مرت امبارح مع المسؤولين بهذا المصنع الحقيقه قالوا مصر فيها كفاءات وفيها إمكانيات إنما عندما تتبلور هذه القدرات والإمكانيات إلى مستوى عالمي رفيع بتدي ثغرة كبيرة جداً فلما أقول له تعالى صنع عندي أو إديني اعتماد للمنتج بتاعي أو استعمله يعني منظمة الصحة العالمية في بعد ثاني خالص منظمة الصحة العالمية ليها نشاط يعني دعمي بدول كثيره اللي فيها حروب وفيها مشاكل وفيها كوارث فالنهارده لما بتقول مصر دي بقى فيها مكان يقدر يصنع هذه الاجهزه بهذا المستوى العالمي يبقى احنا ممكن نصنع ونصدر في هذا الاتجاه في احتياجات المحليه كل المحتاجين بقدر اوفر لهم هذه الامكانيات وعلى فكره يا استاذ محمد الاطراف الصناعيه انواع كثيره جدا, جدا. يعني حاجات متعدده ويمكن تشابه بعضيها في بعض الاحيان لكن كل مريض بيبقى له جهاز يناسبه من حيث الحجم والطول بكل طبعا كل دي حاجات مهمة جدا فنية للغاية فالنهارده أنا لما بقول لهم منظمة الصحة العالمية تعالوا شوفوا إمكانيات مصر إمكانيات البشرية أنا مش مش هبخل للصرف على هذا المكان بلا حدود بحيث يوصل إلى المستوى العالمي أكيد كل الشكر لك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية شكرا جزيلا لحضرتك طبعا مدن الجيل الرابع هي واحدة من أهم المشروعات القومية التي تستهدف توسيع النطاق العمراني وتحقيق جوده الحياه للمصريين في نفس الوقت جذب الاستثمارات لهذه المناطق اللي بتضع مصر على خريطه الاستثمارات العالميه وطبعا ابرز هذه المدن هي العاصمه الاداريه اكبر مدينه ذكيه في الشرق الاوسط بجانب 14 مدينه اخرى تفاصيل اخرى هنتابعها من سياق هذا التقرير مدن الجيل الرابع التي بدات الدوله في تنفيذها منذ عده سنوات كانت بمثابه الامل الحقيقي للحكومه في جذب استثمارات اجنبيه حقيقيه وتغيير الخريطه العمرانيه لمصر بالاضافه الى انها تمثل نقطه محوريه في استراتيجيه مصر لتوسيع النطاق العمراني وحل مشكله التكدس العمراني البدايه مع تنفيذ اكبر مدينه ذكيه في الشرق الاوسط وهي العاصمه الاداريه ومن بعدها مدينه العالمين الجديده ثم تاتي بقيه المدن التي تضمنتها المرحله الاولى لمدن الجيل الرابع وهي اربع عشره مدينه جديده هذه المدن اصبحت الداعمه الحقيقيه للاقتصاد المصري بعدما استطاعت جذب انظار العالم لمصر والفرص الاستثماريه بها وجذبت استثمارات اجنبيه حقيقيه ساهمت في دعم اقتصاد مصر ومن بين المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع مدينة العالمين الجديدة مدينة المنصورة الجديدة شرق بورسعيد مدينة الجلالة الإسماعيلية الجديدة امتداد مدينة الشيخ زايد مدينة ناصر غرب أسيوط غرب قنا تشكى الجديدة حدائق أكتوبر مدينة شرق ملاوي والفشن الجديدة وتعمل هذه المدن على توزيع الزيادة السكانية الكبيرة ومضاعفة المعمور المصري بدلا من التكدس الكبير على الوادي والدلتا الى جانب وضع مصر على خريطه الاستثمارات العالميه بحيث تصبح هذه المدن مركزا لرياده المال والاعمال على المستويين العالمي والاقليمي تابعنا مع بعض وشفنا التقرير اللي بيتكلم قد ايه الدوله المصريه اهتمت بشكل كبير بانشاء مدن الجيل الرابع وتم تنفيذها على اعلى مستوى عشان كده شفنا مؤسسات عالميه متخصصه اشادت بيها اكدت المؤسسات دي انها اعادت تشكيل الخريطه الاقتصاديه لخدمه طموح المواطن المصري ده هيخلينا نسال ازاي ممكن مدن الجيل الرابع تساعدنا ان احنا نطبق خطط التوسع العمراني ازاي ممكن تحل مشكله الكثافه السكانيه المتزايده ازاي نقدر نحل من خلالها مشكله الاسكان هل الدولة المصرية لما لجأت للتوسع في إنشاء هذه المدن كان عندها خطة استباقية لكثير من المشكلات اللي بتواجه المدن القديمة أو اللي موجود فيها ناس كتير؟ دي أسئلة هنقدر نجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني، أهلاً وسهلاً يا دكتور منور. صباح الخير عليك دكتور أهلاً بيك يا فندم. دكتور الدولة المصرية لجأت لإنشاء مدن الجيل الرابع في مختلف محافظات مصر يمكن عندنا أكتر من 14 أو حوالي مدينه ليه اولا احنا عندنا في زياده سكانيه بتتم في الوقت الحالي حوالي تقريبا 2 مليون مواطن كل سنه الكلام ده المفروض ان احنا في توجهات ان احنا نحاول نعمل لهم سكن ملائم ومكان كمان مخدوم خدمه متكامله بحيث ان هو يقدر يحسن من حياه المواطن في هذا الموضوع ويوفر له جوده حياه في داخل المكان اللي هو هيعيش فيه عشان كده كانت فكرة المدن الجديدة أنها لابد أنها تكون أولا فيها عناصر جودة الحياة المتكاملة في هذا الموضوع رقم اثنين وده يمكن ظهر أكتر قوي بعد مؤتمر المناخ اللي تم هو موضوع تعامل هذه المدن مع المناخ وتدوير المخلفات وكل التفاصيل اللي موجودة اللي هي بتأثر موجودة حتى استخدامات الطاقة فبالتالي المفروض أن تكون المدن الموجودة المدن الجديدة دي لابد انها تكون متوافقه مع الترند العالمي او التوجهات العالميه في مقاومه المخاطر ومحاوله التقليل المخاطر البيئيه قدر المستطاع وده اللي تم مراعاته استباقيا ده وده أثناء تم الشأن. طبعا مراعاته بصفه قويه جدا ويمكن هنتكلم بعد كده فيها لو اتكلمنا عن الاقتصاد الاخضر لكن احنا بنحاول نوفر معايير مكتمله بحيث انها تدي للمواطن جوده للحياه وتوفر السكن الملائم ليه بخدمات مناسبه طيب دكتور سعيد احنا عندنا رحله كبيره جدا مع الانشاءات منذ السبعينات واحنا عندنا الجيل الاول الجيل الاول اه في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات اه تحولت الى عشوائيات وبعد كده الجيل الثاني والثالث وافتقد للخدمات او يعني ما كملتش المباني وما كانش في خدمات فاصبحت طارده للسكان بدل ما تبقى جاذبه للسكان حتى صحيح. وصلنا للجيل الرابع دلوقتي نتكلم عن مدن ذكيه ومستدامه دي أيه. عايزين نوضحها للناس برضو طبعا هو كان الاجيال الاولى من المدن الجديده كانت بتتعامل على اساس توفير سكن مناسب للمواطن المصري بحيث ان هو يحاول قدر المستطاع يمنع موضوع العشوائيات فكان الاساس في هذا الموضوع هو توفير سكن اقتصادي وبنسبه كبيره جدا في هذه التجمعات م. مع الوقت ومع السلوك البشري اللي كان موجود ففعلا حصل نوع من التدمير لبعض المنشآت اللي كانت موجوده والخدمات اللي تبقى موجوده وزياده الضغط على المرافق فبالتالي بدا يكون في مفهوم جديد للتعامل مع هذا المواطن ان لابد من تحسين الاول سلوكه وده نتيجه بواسطه العمران اللي هيتم طبعا مع ظهور كمان مخاطر البيئه وبقت مهمه جدا تحسين تحسين سلوكه من العمران طبعا لان هو طبعا في تاثير متبادل ما بين الانسان والعمران اللي موجود النهارده فعلا احنا الانسان بيعمل مدينة عشان خاطر تبدا ان هي تتوافق معاه وفي نفس الوقت العمران بيأثر علي سلوك المواطن وبالتالي بيحصل تطوير في هذا الامر و خلينا نشير ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح صباح اليوم مدينه المنصوره الجديده وجامعه المنصوره الجديده وهيتفقد سيادته قريه الحصص بمركز شربين احدى قرى مبادره حياه كريمه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح ان مدينه المنصوره الجديده اللي بتتوسط محافظات الدقهليه وكفر الشيخ ودمياط موجوده في اطار مجموعه من المدن الذكيه الجديده التي شرعت او شرعت الدوله في تشييدها على امتداد رقعه الجمهوريه وبتعتبر احد شرايين التنميه في ساحل مصر الشمالي عايزين نقول كمان بتحتوي على مجموعة أو على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق ودور عبادة ومناطق ثقافية وترفيهية ومناطق خاصة بالمطاعم وحدائق مركزية بإطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول حوالي 15 كيلومتر شكل مختلف وحياة مختلفة يتم تقديمها للمصريين بمختلف فئاتهم وبمختلف إمكانياتهم المادية صحيح شكل مختلف بيتقدم للجميع ليست المدن الجديدة حكرا على طبقة مادية واحدة لا طبعا ولا محافظة معينة أولا نشر المدن في ربوع المحافظات المختلفة ده كان من ضمن السمات الأساسية للعمران المصري الجديد اللي هو موجود خلينا نتكلم على موضوع الاستدامة وموضوع المدن الخضراء اللي هو يعني تقريبا بتتصف بيها مدن الجيل الرابع واللي المفروض انها تكون موجوده احنا النهارده في تغيرات حصلت في التكنولوجيا بشكل كبير جدا وبدا حتى الانسان المصري بما فيهم الفئات السنيه المختلفه بيبدا من الاطفال اللي هم من سن 3 ل 4 سنوات لحد ما نوصل لكبار السن وكل دول بدا ان هم يستخدموا التكنولوجيا بشكل كبير ان النهارده لابد ان انا اتوافق مع استخدامهم لهذه التكنولوجيا فبالتالي لابد من عمل مدن ذكيه في العمران المصري اللي موجود عندنا زائد كمان استغلال الوفورات القويه جدا في مصر ومنها انتشار الاراضي بمسطحات كبيره جدا في الصحراء فبالتالي لابد ان انا استخدم هذه الوفورات ان انا اولا احاول امنع التعدي على الاراضي الزراعيه فبالتالي انا وفرت لك خلاص ووفرت لك بمعايير مختلفه تقدر تفيدك وفي م. نفس الوقت انا بسندك في الدعم المادي لو انت غير قادر خاصه في السكن الاجتماعي او ما شابه وبحاول ان انا قدر الامكان اوفر لك حياه جيده جدا بمقومات قويه فيها رفاهيه معينه للانسان اللي هو من المستوى المتوسط والمستوى فوق الفخر وفي نفس الوقت انا باخد منك نظير هذا الموضوع وبحاول اعوض الناس اللي هم في الاسكان الاقتصادي يعني عمليه متبادله اقتصاديا بتبقى موجوده طبعا الكلام ده كان لابد ان هو يتم على المحافظات اللي هي ممكن تكون ليها ظهير صحراوي بشكل سلس جدا لكن طب المحافظات اللي هي ليس لها ظهير م. صحراوي كيفية التعامل معها شكله ازاي فبالتالي بنجد مثلا حاجة زي الدقهلية نجد المنصورة الجديدة فبدأت ان هو يتم استغلال حتى بعض المناطق اللي هي موجودة محتاجة بس شوية معالجات بيئية شوية وبعدين تبدأ تتم وفي الحقيقة هي تمت في المرحلة الاولى وبنتكلم على 11 الف وشوية وحدات سكنيه تم توفيرها من ضمنهم سكن اجتماعي وسكن متوسط بجميع الفئات طبعا بالمشاركه الكامله مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وده شيء مهم جدا ان مفيش فيش اي دوله تستطيع ان هي تنفذ لوحدها هذا الموضوع فكان طبعا الدور الحوكمة ودور الاداره في هذا الموضوع انك انت تبقى في تسقات بتقوم بيها الدوله ومهام بتقوم بيها الدوله، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للمستثمر ان هو يستثمر في هذا المكان بحيث أنه هو يتكسب منه ويبدا أنه هو يبيع، مم. فبالتالي اصبحت الادوار موجوده ومعروفه وكل واحد بيقوم في مدن الجيل الرابع ده بالمهام بتاعته الاساسيه. ده معناه كمان يا فندم ان هذه المدن ليها وظيفه كمان للمستثمرين خارجيا مش داخليا فقط. طبعا آه. انت النهارده مش فقط بس اللي بيستثمر هنا هو فقط المستثمر المصري انت النهارده العرب طبعا بيشاركوا بقوه كبيره جدا لدرجه ان هو كان في احد الاشخاص اللي هم زملاء ليا كان في احد الدول الاشقاء في دوله تونس كان طلب قال لي احنا محتاجين قطعه ارض تكون موجوده ونعملها بالشراكه مع الدوله المصريه فبالتالي هو في طلبات اصلا ل الاستثمارات اللي بتبقى موجوده عندنا، ده زائد كمان ان طبعا بدا الترند العالمي ان هو ما ينفعش ان في شركه لوحدها تقدر انها تتعامل مع العقار وخصوصا المشروعات الكبرى بتاعه المدن الجديده يعني، مم. فبالتالي اصبح ان انا عندي وفورات معينه في طاقات معينه بشريه، وانت عندك وفورات في طاقات معينه اجهزه وما شابه، والدوله مثلا عندها اراضي بطريقه معينه، فبيطلع موضوع الشراكه في التطوير العقاري بحيث ان هو هذا الموضوع وده برضه فكر من فكر التعامل مع مدن الجيل الرابع اللي موجود زي ما قلنا ان هو مدينه ذكيه بتبقى موجوده لابد انها تقلل المخاطر البيئيه قدر المستطاع وفي نفس الوقت تفيد المواطن انها توفر له جوده وعناصر جوده للحياه لو اتكلمنا عن مدن الجيل الرابع بالتطبيق على المنصوره الجديده بالذات النهارده احنا كنا عارفين ان الاسعار يمكن في المنصوره نفسها كانت اسعار العقارات كانت ارتفعت بشده هل ده ساعد في انها تحل مشكله الاسكان المنصوره الجديده يعني خلينا نقول ان هو في بعض المشاكل طبعا بتتم بين اللي هو حكايه اللي هو العرض والطلب بالنسبه للاسكان اللي موجود عندنا احنا النهارده لا نستطيع ان احنا نقول ان احنا نقدر نوفر كل نوعيات الاسكان الا بدعم مادي لبعض الفئات المختلفه وده فعلا بتقوم بيها الدوله يعني النهارده لما نيجي نقول وليكن يعني الشقه اللي هي للاسكان الاجتماعي بتتكلف تقريبا 250 الف ده طبعا باستثناء ان احنا طبعا الارض لا تحسب والكلام الكلام ده كله مم. فبالتالي لما نيجي احنا بالظبط آه كويس فبالتالي لما نيجي نقول ان هو المواطن اللي هو البسيط هل هو هيقدر يوفر قد ايه فبالتالي يا اما نديله بالثمن اللي هو ال 250 الف ده بس على فترات زمنيه معينه يا اما ندعم الشخص نفسه بحيث ان هو يقدر يوفر او نديله سبيل زي مثلا موضوع الرهن العقاري او يعني اي شيء بالتعامل العقاري مع الموجود فيقدر يتعامل بيه المواطن ويقدر يحصل على شقه بسعر مناسب او يتناسب مع الدخل بتاعه. تمام ده عظيم جدا طيب احنا عشان ننشئ مدينه من الجيل الرابع هل اختيار الموقع لهذه المدينه عامل من العوامل المهمه لانشاء مدينه ولا احنا بنعتمد فقط على المساحات المتوفره؟ خلينا نقول ان بيبقى ليها شروط. الشرط الاول مثلا زي ما قلنا وليكن الأليوبية ليها ظهير صحراوي اللي هو موجود اللي هو الخنكه واللي اتعمل فيها العبور واحد والعبور اثنين كمدن جديده ومن ضمنها مدينه من ضمن مدن الجيل الرابع اللي هو العبور الجديده او العبور اثنين يعني. <applause> طبعا اول حاجه ان هي بعيده عن الاراضي الزراعيه او بعيده عن المقدرات البشريه اللي هي موجوده واللي تعتبر مهمه جدا في الوقت الحالي اللي هم 6 مليون فدان ويمكن زادوا ثلاثه 3 مليون تاني بالاصلاح الزراعي. فبالتالي رقم واحد يكون بعيد ثانيا يكون الارض نفسها صالحه للبناء عليها. ثلاثه يكون ليها قابليه للوصول يعني بيكون فيها اكسسبيلتي او اللي هو اتصاليه عاليه بيها فبالتالي لابد من توفير بعض شبكات الطرق اللي بتبقى موجوده. وبعدين ابدا اشوف اذا كانت في خدمات محيطه بيها ولا لا، الوفرات البيئيه اللي هي موجوده حواليها هل ممكن تقدر توفر فرص عمل للسكان اللي هيختموا هذا الموضوع؟ النهارده في شروط لازمه انك انت تحاول توطن تقريبا 80% من فرص العمل في داخل المكان اللي موجود عندك شرط مش يعني مش شرط هو م. طبعا شرط عرفي لكن انا بتكلم ان في الاساس فيها لابد من توفير فرص العمل قدر المستطاع بما لا يقل عن 80% من فرص العمل تبقى موجوده هنا فلو احنا وفرنا هذا الكلام اولا احنا بنوفر في الانتقالات بنوفر في الطاقه بنوفر في البنزين والوقود وما شابه الموجود، بنوفر طبعا في المخاطر اللي بتبقى موجوده نتيجه للتلوث البيئي واحتياجات البشر كل... نفسهم طبعا كامله كلها وطاقه البشر م. استغلال الوقت لانك انت لما تيجي تعمل في مدن الجديده بتعتمد مثلا على حاجه اسمها 15 minutes سيتي او اللي هو مدينه ال 15 دقيقه. مدينه ال 15 دقيقه دي بمعنى ايه؟ ان انا لو انا موجود في حد معين وانا يعني عايز اتمشى فاتمشى في 15 دقيقه. إيه. لو انا عايز اروح مثلا المدرسه الثانويه او عايز اشتغل في مكان ابعد سنه فبركب بايسكل ولا حاجه دراجه هوائيه واروح للمكان الموجود او انا محتاج فكل ده المفروض ان هو بيتم في 15 دقيقه وبيحاولوا قدر المستطاع ان هم يطبقوه في المدن الجديده بشكل عام النهارده مصر تحملت مسؤوليه كبيره جدا بعد مؤتمر المناخ اللي تم النهارده انت بقيت دوله مسؤوله الدول العالم كله بيبص لك فبالتالي احنا عارفين ان المدن هي اكثر عناصر ممكن تسبب المخاطر البيئيه اللي موجوده في العالم والتلوث البيئي اللي بيحصل وال... والانحدارات اللي بتحصل بيئيا كلها بتتم اولا عن طريق المدن يمكن الكره يبقى ليها اقل شويه لان هي بيئيه اكتر شويه فبالتالي النهارده لو مصر ما استخدمتش هذا الموضوع وبدات ان هي تظهره للعالم كله وتظهر الموضوع يمكن بافضل حتى مما ظهرت عليه شرم الشيخ كويس هيبقى في مشكله بالنسبة المصري يبقى انت بتعمل حاجه وجايب كل رؤساء العالم وجايب كل الناس والخبراء و وفي نفس الوقت انت ما بتعملش وبتنفذ هذا الموضوع عشان كده ال 14 مدينه وهم في الحقيقه مش 14 انت بتتكلم كمان على في مدن توام هتبقى موجوده يمكن هتوصل ل 37 مدينه في الفترات القادمه وكل ده هتتعمل بنظام المدينه الذكيه الخضراء المستدامه وكل دي صفات المدن الجيل الرابع وكان الاخضر هي كلمه السر في يعني الفتره القادمه الاقتصاد الاخضر ازاي هيدعم التوجه الاقتصادي في الفتره القادمه مع المدن الخضراء الوضع هيختلف خلينا اقول لحضرتك على حاجه اولا الاقتصاد الاخضر ده هو يمكن مصطلح لسه حديث جدا اصطلحته الامم المتحده في فترة من الفترات على أساس أن هو الصناعة في حد ذاتها ممكن تسبب نوع من المخاطر والتلوث البيئي بشكل كبير فبالتالي لازم يبقى في حاجه اسمها الاقتصاد الاخضر اللي هو اولا يوفر رفاهيه معينه بالنسبه للمواطن ويوفر له دخل مناسب وفي نفس الوقت لا يلاوس البيئه ويقلل من المخاطر اللي بتبقى موجوده وكمان يبقى في حاجه ليها اللي هي تربط الانسان بالارض اللي هو موجود فيها بدون ما يحس ان هو في حاجه بتاثر على صحته ولا الكلام ده كله. فبالتالي الاقتصاد الاخضر هو نوع من المهم طبعا في برضه نقطه تانية اشتراط اللي هو التنسيق الحضاري او جهاز التنسيق الحضاري لبعض المدن خصوصا الجديده انها لا يقل فيها نصيب الفرد الواحد عن 15 متر مسطح والمدن القائمه عن 8 متر مسطح بس عشان تتخيلي هو ايه الشفت اللي ممكن يحصل القاهره الان تقريبا 0.3 او 3 من عشرة متر مسطح لكل مواطن فلما يرتفع هذا الامر في في مدينه زي القاهره اللي 8 متر مسطح والمدن الجديده اللي موجوده حواليها ل 15 متر مسطح انت متخيل الفرقه قد ايه طبعا طبعا مهول جدا يعني كل يعني تأكيد طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور سعيد ليك. حسنين استشاري ليك. التخطيط العمراني شكرا جزيلا لك فندم اهلا بك فندم فادينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقره لم تتأهل تونس والسعوديه لدور ال 16 لكن لعبوا مباراة ومباريات إلى حد ما كويسه، تونس لعبت مباراة قدام فرنسا كانت في منتهى القوة وحققت الفوز وكسبت احترام الجميل لأنك للأسف طبعا غادرت المونديال بعد فوز استراليا على الدنمارك بهدف نظيف. امبارح المنتخب السعودي هو كمان ودع بطولة كأس العالم بعد الخسارة قدام المكسيك بهدفين مقابل هدف. لكن بشكل عام الماتشات امبارح كانت حماسيه طبعا عايزين نشوف صاعدين كمان من المجموعه الثالثه ومباريات المجموعه الخامسه والسادسه هنتكلم عن كل ده بالتفصيل مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي اللي منورنا صباح الخير عليك يا عبد الحميد صباح الخير عليك, عليك يا محمد صباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدي القناه يا اهلا بيك نبدا بمباراه تونس هل تونس بتدفع ضريبه ان هي ادائها كان قدام الدنمارك مش افضل اداء وهل كانت تستحق بالفعل تونس انها توصل دور 16 كان في الامكان التاهل كان م. في الامكان المنتخب التونسي أنه يتاهل لو استعرضنا بدايه الماتشات كان في تعادل مع الدنمارك انا شايفه تعادل مقبول للمنتخب التونسي وفقا لمعطيات الفوارق الفنيه فريق من اوروبا وفريق من افريقيا فريق لسه داخل البطوله بمعنويات لسه بيستكشف المجموعه بتاعته م. وخلينا نقول برضو واقعيا وبالحسابات الفنيه مجموعه فيها فرنسا بطل العالم فيها استراليا فيها الدنمارك وفيها تونس الطبيعي ان ربما يكون خروج تونس خروج منطقي ومقبول ده في بدايه البطوله ولكن بعد التعادل مع الدنمارك ثم دخولك لمباراه استراليا وكنت ندي فيها وكنت تقدر تخرج بنتيجه افضل من الخساره كنت تتخيل ان جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي كان قادر على ان هو يخرج من مباراه استراليا على الاقل بنقطه وفي الوقت ده كان كنا هنقدر نقول ان كان منتخب م. تونس كان من الممكن ان يتاهل وبرده خلينا نقول حاجه ان مباراه امس مع المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي وديديت شامب المدير الفني ما دخلش بكل القوة الضربه بتاعته في بدايه المباراه، كان ضامن التاهل كان هو تقريبا والبرازيل والبرتغال فقط من المنتخبات في الجوله الثانيه اللي ضمنوا التاهل، وبالتالي فهو حب يجرب العناصر الثانيه وكان مريح مبابي نزل انطوان جريزمان بعد كده، فكان في برضه ديت فرصه ادت مساحه شويه للمنتخب التونسي ان هو يكون وظاهر بشكل كويس في المباراه، سجل هدف واتلغى، ثم سجل هدف وهبي الخرزي وقدر يحقق فوز. اتخيل ان هو فوز تاريخي لمنتخب عربي على بطل العالم فوز يحسب للمنتخب التونسي بنحط دايما المصطلح او الكلمه الجمله اللي بنقولها دايما الخروج المشرف هو انا ما بحبش كلمه الخروج المشرف ولكن هو فعلا خروج مرفوع الراس للمنتخب التونسي بانك انت بتحقق فوز تاريخي على بطل العالم ده اللي هيذكره التاريخ ولكن في النهايه انا شايف ان المجموعه يعني منطقيا جدا صعود منها المنتخب الفرنسي وهو البطل العالم وكذلك المنتخب الاسترالي كانت البطاقه الثانيه ما بين استراليا والدنمارك ديت الحسابات الفنيه قبل المجموعه قبل ما للمباراه دي, دي انا عايزه لسه اتكلم شويه في مباراه تونس وفرنسا فكره الانجاز برضو اللي عمله نسور قرطاج امبارح فكره انهم وقفوا سلسله الهزيمه اللي فرنسا بتعملها في الفتره الاخيره صحيح. يمكن من 2014 دي كان اخر حاجه في المونديال ممكن حصل فيها حاجه كده وقت قدام في يعني في مباراه زي دي فاحنا بنتكلم ان هم بقالهم كتير جدا ما حصلش ابدا اي هزيمه ليهم في حاجة في مباراه زي كده، ده يفرق ازاي في الفتره القادمه وفي تسويق اللاعبين التوانسه في حد ذاتهم عالميا. شوفي هي ديت ممكن تكون يعني مصادفه جميله في مونديال العرب بما ان هو مونديال قطر ان الفريقين العربيين وقفوا سلسله اللا هزيمه للمنتخب الارجنتيني بالنسبه للسعوديه في اول جوله والسعوديه قدرت تفوز على الارجنتين. وفي بطل العالم زي ما قلنا فرنسا وتونس فتحسب طبعا للدول العربيه وتحسب ايضا زي ما حضرتك قلت الكشافين ووكلاء اللاعبين هيهتموا يبصوا على العناصر اللي موجوده في الدول العربيه بشكل عام وتخيل ان البطوله دى هتسفر عن ان في اكتر من عنصر هيحترف بس طبعا احنا دلوقتي في نص الموسم ودي نقطه اتخيل ان هي الفيفا وكل العالم هيتكلم بعد مونديال قطر عن ماهيه وقت اقامه البطوله ديت البطولة الوحيدة في بطولات العالم اللي بتتلعب في الثلث الأول من الموسم، احنا دايماً كنا بنلعب البطولة بعد نهاية المواسم في شهر 6 أو في شهر 7 فدلوقتي الناس هتبدا تشوف هو المونديال والافضل لكره القدم بشكل عام والافضل لبطوله كاس العالم انها تتلعب فعلا في الثلث الاول في الموسم واللعيبه لسه فت واللعيبه لسه بتادي ولا لا اتخيل ان مع نهايه البطوله ومع نهايه المشوار هيحصل تقييم كامل للوضع ده فان شاء الله يعني مع الانجاز العربي دوت او نقدر نقول هو رقم جيد ما نقدرش نقول انجاز لان في النهايه السعوديه خرجت وتونس خرجت بس رقم جيد ونتيجه تحسب ليهم بالفوز على الارجنتين وبالفوز على فرنسا اكيد هتحسب وايقاف سلسله الهزيمه زي ما حضرتك قلت بعد ما نزل لمبابي زي ما انت قلت حرك الدنيا شويه مع مع ديمبلي يعني الدنيا اتحركت شويه في اداء المنتخب طبعا الفرنسي طبعا واحرزوا هدف لكن الهدف طلع تسلل اول حاجه هل هدف تسلل ولا لا ثاني حاجه فرنسا قدمت اعتراض للفيفا عشان ما ينفعش ان يرجع الفار بعد ما يصفر بنهايه المباراه شوف هو لو احنا قلنا ان على جانب التنظيم على جانب اقامه البطوله على جانب كل شيء الملاعب الحضور الجماهيري البطوله محققه اعلى درجات النجاح اتخيل ان العنصر الوحيد اللي ممكن يكون عليه علامات استفهام هو عنصر التحكيم على الرغم من ثقتنا الكبيره في كلينا احد حكام الاساطير ورئيس لجنه الحكام في الفيفا واختيارات ايضا الحكام في البطوله ولكن حتى مع وجود التقنيه وحتى مع وجود التكنولوجيا وحتى مع وجود كل الحاجات ديت بيحصل فيه اخطاء لان هو في النهايه عنصر بشري انا شايف ان الـ الـ يعني الكره اقرب انها تتلغى مش يعني اقرب ان هي يعني قرار الحكم كان قرار سليم ولكن دايما هنفضل في دايره اللي هو وجهات النظر طب ده هي ركبه لا ده هي كذا لا ده في جسم بسيط هو اللي بيعملها زي حتى الهدف اللي سجله رونالدو ما اتحسبش واتحسب لبرناردو فريد هو لمس شعره ولا ما لمسش شعره وبدانا نبص على التكنولوجيا اللي جوه الكرة فالحاجات دي كلها بتبقى برضه جزء من متعه كره القدم النقطه الثانيه موضوع الـ 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 طلب المنتخب الفرنسي اتخيل ان في لوائح هي اللي محدده ومقننه في فكره اللجوء للفار او بروتوكول الفار ازاي يرجع يحتسب الكره ولا لا وبرضه اعتقد ان قرار الحكم كان هو الاقرب للصحه في المباراه دي فكرة راية المدربين الوطنيين اللي كانت بتسيطر على المباراة امبارح ديشامب قدام القادسي ده ادى حماسة مختلفة لشكل المباراة يمكن لما بيبقى الاغلب من اللاعبين غير يعني جنسيتهم مختلفة عن الجنسية او مجنسين يعني والمدير الفني بيبقى في وضع مختلف غير بقى اللعب بالحماسة والقوميات والكلام ده هل ده فعلا كنا شايفينه فارق امبارح؟ بصي هو تقريبا معظم المنتخبات يعني, يعني انا رقم بالظبط بس معظم المنتخبات بيتولاها مدربين محليين او مدربين وطنيين شفنا اليو سيسي مع السنغال زي ما حضرتك استعرضت دي شامب مع فرنسا اكتر من مدرب بيبقى هو مدرب منتخب بلده هو كان الكلام قبل المباراه عن جنسيات اللاعبين نفسهم ان في تقريبا تسعة او 10 لاعبين في منتخب تونس مولودين او يعني محل نشاتهم او محل ميلادهم كان من الجنسيات الفرنسيه او يحملون الجنسيه الفرنسيه ولكن طبعا كان جلال القادري اكد ان هو بيلعبوا كمنافس ما عندهمش اي ما عندهمش اي احتمال غير الفوز والحمد لله قدروا يحققوا الفوز بس زي ما قلت ما كانش كافي خروج السعوديه كان من الجوله الثانيه امام بولندا وخروج تونس كان من الجوله الثانيه ايضا بالخساره امام استراليا كان يجب في المباراتين دول سواء المنتخب السعودي امام البولندي او المنتخب التونسي امام استراليا كان على الاقل لازم يحصل نتيجه افضل تساعد من حظوظهم ولكن بنقول لهم هارد لك طبعا على الخروج كان نفسنا يبقى في فريقين عرب موجودين في الدور الثاني طيب ايه اللي حصل يعني عايزين نروح لمباراه السعوديه بس ايه اللي حصل في اداء السعوديه السعوديه قلنا في مجموعتها اصعب مباراه مباراه الارجنتين اما بولندا والمكسيك فدي مباراه مضمونه صحيح. نفس الكلام برضو قلنا لتونس مباراه فرنسا هي الاصعب وباقي المباريات مضمونه فيحصل العكس شوف هو في السعوديه خروجها امبارح امام المكسيك برضو لما هتستعرض المجموعه وتتكلم على ان مجموعه فيها الارجنتين وهو احد مرشحين للفوز باللقب المكسيك والمنتخب السعودي وكذلك المنتخب البولندي وهو من المنتخب بلفظ كره القدم المنتخبات الرخمه فنيا في اللعب اللي هي بتقدر تاخد نقط من المباراه هتستعرضها هتقول ان السعوديه فرصها ضعيفه ولكن مع الحماس الكبير جدا في الجوله الاولى والمفاجاه الكبيره انك انت بتفوز على الارجنتين احد المرشحين وبتحقق فوز وبتاخد ثلاث نقط كل الأمل ارتفعت حتى ان في فيديوهات بتاعه ايرفي رينار مع اللعيبه في غرفه خلع الملابس والناس كلها عالي سقف طموحاتها اه ده في جرينتا وفي روح قتاليه في المنتخب السعودي ده في اداء كويس فليه لا ما نوصلش الوقوع او السقوط كان امام منتخب بولندا في الجوله الثانيه زي ما قلت لحضرتك ربما نشوه الانتصار على الارجنتين ضيعت عندهم الفكره او حسوا ان احنا, إحنا ايه خلاص عملنا اللي علينا في الاحتفال احنا عملنا اللي علينا احنا خدنا ثلاث نقط من الارجنتين خلاص المونديال بالنسبه لنا خلص فخسروا طبعا امام بولندا وبالرغم من ذلك كان ادائهم امام المنتخب البولندي اداء جيد خطا من عبد الاله المالكي تسبب في هدف ركل الجزاء بتضيع كان من الممكن ان هم يخرجوا بنقطه من المنتخب البولندي وكان في الوقت ده كنا هنقول ان في حظوظ السعوديه كبيره جدا امس طبعا كانت مواجهه صعبه جدا منتخب المكسيك منتخب متمرس منتخب عنده من العناصر الجيده أه تقريبا السعوديه خرجت ذهنيا من المباراه بعد الهدف الاول اللي سجله المنتخب المكسيكي وكمان ما ننساش نلتمس لهم العذر في غيابات كبيره هم. عبد الله الملك الايقاف محمد البريك اصابه الشهري وسلمان الفرج ففي اكتر من لاعب غايب عن المنتخب السعودي نلتمس لهم العذر ولكن زي ما قلنا بالحسابات الفنيه والواقعيه وبعيدا عن عروبتنا وعن احنا كنا نفسنا عايزين المنتخب العربي يكون موجود الحسابات المنطقيه برضو تقول ان السعوديه تخرج من الجوله دي من المجموعه دي الهزيمة بيبقى شيء منطقي أنها تتسبب في خروج الفرق من البطولات ولكن أحيانا الفوز وحده بيكون غير كافي تونس فازت امبارح وبرغم من ده خرجت المكسيك برغم فوزها برضو امبارح برضو خرجت أوراق تانية وحسابات تانية هي اللي بتحدد مين هيكمل ومين مش هيكمل كل تأكيد المكسيك كمان كانت حتى في حالة 2-0 وأن الهدف ما جاش في المنتخب السعودي اللي في الدقيقه 90 كان هتبدا ندور على حسابات المعيار الرابع في الصعود وان احنا هنشوف بقى الكروت الصفراء والكروت الحمراء والكلام ده كله فزي ما حضرتك قلتي هو مش بس الفوز انت لازم تكوني حاسبه حساباتك حتى في مباريات اليوم يعني فوز المنتخب ال 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 الاسباني مثلا بسباعيه كان بيخلي مدي افضليه ان هو عنده فرق اهداف كبير لما نقول مثلا في مفاجاه في معيار معين مثلا المواجهات المباشره ممكن تساعدنا كل الحاجات اللي زي ديت لازم تكون محطوطه في الحسبان ولكن الاهم من ذلك ان إحنا, احنا ازاي نشتغل على المعطيات اللي قدامنا دلوقتي اتخيل ان المنتخب السعودي عامل جيل كويس يقدر يشتغل عليه مجدد ليرفي رينار لحد 2027 اعتقد برضه هيشتغل على نقدر نقول خطه مستقبليه للكره السعوديه في الفتره اللي جايه اتمنى ايضا ان المنتخبات العربيه حتى اللي خرجت سواء قطر المنظم يكون عامل خطة طويلة المدى الفترة اللي جاية في بطولة آسيا وبطولات العالم وكذلك المنتخب التونسي إن شاء الله برضو نشوف منتخب مصر موجود في بطولة 2026 في كندا والمكسيكو أمريكا إن شاء الله ارتفاع كمان عدد المشاركين في افريقيا التسع منتخبات هتبقى فرصتنا كبيره وكبيره جدا كمان طيب نروح لمباريات النهارده كندا م. والمغرب كلنا بنعول على المغرب دلوقتي في كل التاهل هل المغرب قادر بالفعل على التاهل اه طبعا المغرب عنده فرصتين مؤكدتين الفوز باي نتيجه يضمن له التاهل التعادل باي نتيجه يضمن له التاهل وبالمناسبه حتى حتى في حاله خسارته عنده فرص في حاله المباراه الثانيه تقدر تخدم عليه المنتخب المغربي عنده رقم مهم جدا ورقم في معادله كره القدم اساسي وهو فكره الحفاظ على نظافه الشباك اول مباراتين سواء لعب ياسين بونو او منير المحمدي وهو تقريبا هو والمنتخب البرازيلي بس اللي في 32 منتخب حاليا محافظين على نظافه شباكهم عشان شباككم. لو تساوي في عدد النقاط بنرجع للاهداف دي حقيقه فاحرصت يعني على الاقل انا لو خرجت فهضمن ان انا يا هكون كسبان الشباك نظيفه يبقى هي متعادل يا كسبان وبالتالي فانا بضمن حظوظي في التاهل المجموعه ديت المنتخب المغربي نجح فيها في ان هو يظهر بشكل جيد جدا واعتقد هو اعلى فرص دلوقتي للعرب العرب ان هو يكون موجود ويكمل طبعا بعد خلاص مخروج السعوديه وتونس وقطر وكندا هتتعامل ازاي في هذه المباراه يعني كندا خسرانه في المباراتين السابقتين كندا كندا كان مش اه مش باقي على حاجه فتنزل تدفع بكل اوراقها اكيد وعلى آه. بالمناسبة المنتخبات اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى اصعب بس محمد في المواجهه يعني احنا م. شفنا لما كوستاريكا خسرت بسبعيه نزلت الماتش الثاني فازت ايران لما خسرت بسداسيه نزلت الماتش الثاني عملت برده جيم كويس وقدرت تحقق حاجه فالمنتخبات اللي بتبقى خارجه او ما عندهاش اي حظوظ بتقدر تلعب باريحيه وبتادي بشكل قوي ولكن كلنا ثقه على المنتخب المغربي بنجومه بالعناصر اللي موجوده فيه وبالروح اللي موجوده عندهم ان هم ان شاء الله يوصلوا ويكملوا بقى السلسله في الفتره الجايه من المنتخبين. احنا شفنا إن الحسابات لغايه دلوقتي كلها جت النتيجه عكسها، يعني احنا كنا متخيلين ان اول مباراه للسعوديه هتبقى صعبه جدا هي المباراه كانت الافضل. احنا بقى المره دي ان شاء الله معانا على الحسابات ان احنا المغرب الافضل في الفرصه وهو ان شاء الله يمكن قد يصل لاول المجموعه كمان لو مشينا بالحسابات. احنا متخيلين اسوأ اسوأ سيناريو ممكن يوصلنا لاي مرحله وفي الحالتين هل ان شاء الله يتاهل برده ولا لا؟ لا انا اتخيل ان احنا مش انت مش عندك فرصه واحده انت عندك زي ما قلت لك فرصتين وثلاثه فان شاء الله تاهل المنتخب المغربي انا شايفه بنسبه تزيد عن السبعين في الميه في مباراه اليوم وان شاء الله يعدي من المنتخب الكندي هو عدى الاصعب يعني خاض المباراتين الاصعب فالمنتخب الكندي يقدر يعمل معاه نتيجه ويحقق فيها التاهل ويوصل للدور التالي مش مش فكره ان احنا بنتوقع وبيحصل العكس بس هي الميزه التنافسيه في مونديال قطر عاليه جدا ما شفناهاش من سنين يعني احنا مع نهايه الجوله الثانيه زمنا منى 32 منتخب في 2 بس خرجوا اللي كانوا قطر وكندا والثلاثة بس تأهلوا وعلى مدار 26 أو 27 منتخب الباقيين كلهم عندهم حظوظ فديت ميزة تنافسية عالية جدا في البطولة بتأكد إن المنافسة السنة دي كانت صعبة جدا ف يمكن الأخطر على الفرق الكبيرة يعني الزف... فرنسا هي حصل لها ماتش مفاجئ بالنسبة لها الأرجنتين هل بلجيكا ممكن يحصل معاها كده وتاني العالم؟ بلجيكا في يعني في في في, في أنا شايف إن كرواتيا حظوظها أعلى يعني ممكن مم. جدا كرواتيا تتأهل بلجيكا في يعني نقدر نقول توهان كروي او في حاله عدم اتزان فني في في البطوله بشكل عام ومن قبل البطوله مواجهتنا معاهم كمان وديا كنا احنا ليدنج فيها وكنا ظاهرين بشكل كويس فاتخيل ان المنتخب البلجيكي عنده مشاكل داخل الفريق مش عارف ممكن توصل لنهايتها ايه وارد جدا خروجه من المجموعه النهارده اليابان بتأدي بشكل كويس جدا طبعا من بدايه البطوله وعندها مباراه مهمه جدا مع اسبانيا النهارده صحيح اليابان كانت عملت مفاجاه و... كانت ممكن جدا انها تضمن التاهل وتخلصه من بدري بدري بعد ما فازت على المانيا. النهارده بتقابل اسبانيا واسبانيا منافس شرس جدا وصعب مهدده أتف... بالخروج كمان اه طبعا م. طبعا هي المجموعه كلها فيها ليها حظوظها يعني م. المجموعه كلها ليها حظوظ ولكن انا كنت شايف ان الكمبيوتر الياباني بعد النتيجه الجميله اللي قدام المانيا والناس كلها تعاطفت معاهم وحسوا ان هم ممكن يعملوا حاجه كان من الممكن في مباراه كوستاريكا يعني يريح نفسه ويخلص الدنيا ولكن زي ما قلت لك المنتخبات اللي بتخسر بنتيجة عالية بتفوق في الماتش اللي, اللي بعد فكان من الممكن المنتخب الياباني يخلص من الجولة الثانية بس ما أجل الجولة الثالثة ماتش صعب جدا أه يعني أتخيل أن التعادل ممكن يعني يكون هو اللي بيسير بي في المباراة دي مع أن الحسابات المنطقية برضو تقول فوز أسبانيا بس م. يعني ربما مع الأمال والتمسك بكل فرصة ربما نشوف مفاجأة في الماتش ده نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا شكراً ونورتنا شكراً جزيلاً. واملنا معقوده على المنتخب المغربي ان شاء الله في دور كل شكر ليك شكراً الناقد شكراً. الرياضي عبد الحميد فرج شكرا جزيلا ليك شكرا شكرا جزيلا مشاهدينا الساعه دلوقتي 9 معدنا مع موجز الاهم الانباء مع لميا تفضلي شكرا منا التسعة صباحا بتوقيت القاهره السابعه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية إحدى قرى مبادرة حياة كريمة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق ودور عبادة ومناطق ثقافية وترفيهية ومناطق خاصة بالمطاعم وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاسراع في امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وفق المواصفات القياسيه المعتمده دوليا، وذلك من خلال اقامه مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمه النبيله الى كل انسان في حاجه اليها. كما وجه الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس وحده الوسائل التكنولوجيه المساعده والاجهزه الطبيه بمنظمه الصحه العالميه، ورئيس الجمعيه العالميه للاطراف الصناعيه وتقويم العظام، وممثلي منظمه الصحة العالمية في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه بالأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي للأجهزة التعوضية ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا خطط نهائية حتى الآن لتسليم أوكرانيا صواريخ باتريوت مشيرا إلى استمرار التشاور مع الحلفاء في هذا الصدد وأوضحت الوزارة أن شحن صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن طريق دولة ثالثة لم يسمها لافتة إلى أن نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا سيغير من قواعد اللعبة مع روسيا قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شيجو أن القوات الروسية اختبرت طرقا جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وقال شيغو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة تم اختبار طرق جديدة لاستخدامها القتالية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مقر اداره الطيران والفضاء الامريكيه ناسا حيث اكد ان التعاون بين الولايات المتحده وفرنسا ضروري لمواجهه وجود الدول مارقه في الفضاء وقال ماكرون ان الفضاء يمثل مكانا جديدا للصراع وانه من المهم لفرنسا والولايات المتحده العمل معا على وضع القواعد والاعراف لانهما يشتركان في الالتزام بالعلوم والقيم الديمقراطيه and, uh, and, um... We have crazy players in the space uh, uh, as well, and uh, we have rock state. انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز زعيما لهم ليصبح أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس ويمثل انتخاب الديمقراطيين جيفريز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكي وسيتولى زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من يناير المقبل كشفت القياده المركزيه للجيش الامريكي ان زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف اكتوبر الماضي وقال المتحدث باسم القياده المركزيه سانت كوم في بيان ان مقتل زعيم داعش الارهابي يمثل ضربه اخرى قويه للتنظيم الارهابي الذي اكد انه لا يزال يشكل خطرا على المنطقه نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ما ينفعش ننكر ان الدوله اشتغلت الفتره اللي فاتت على محاور وعلى ادوات كتير عشان تحقق الحمايه الاجتماعيه للناس خصوصا للفئات الاولى بالرعايه في الريف ده كان في دور مهم جدا لعبه التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي في المبادرات المجتمعيه المختلفه وشفنا ده ازاي انعكس بشكل كبير على مبادره حياه كريمه للتطوير اللي ظهرت في الريف المصري بعد ما شفنا نسب الانجاز الغير مسبوقه واللي اتحققت فيها قراءة وافية عن الدور ده واللي قام بيه التحالف خلينا نرحب بالأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي منورنا في صباح الخير يا مصر يا صباح الفل وأهلا وسهلا صباح الخير على وأهلا وأهلا وسهلا خلينا كده بداية نقول تكامل كبير حصل بين التحالف الوطني للعمل الاهلي وحياه كريمه لو قلنا الشكل المحترم جدا اللي طلع لنا النتاج المحترم جدا اللي احنا شايفينه ازاي في الحقيقه يمكن ده كان توجه من سياده الرئيس في مارس الماضي بان يكون في تكاتف وتكامل ما بين منظمات المجتمع المدني النشطه وكان في تناسق لهذه الجهود ل 24 جمعيه اهليه ومؤسسه والاتحاد العام للجامعات الاهليه في اطار واحد وهو التحالف الوطني للعمل التنموي وده الحقيقه كمان بدا ينظم العلاقه ما بين المنظمات الاهليه في الكبرى على الارض في التدخلات سواء مظاهر الحمايه الاجتماعيه او التمكين الاقتصادي او التمكين الاجتماعي او الطبي او التعليمي والبيئي كمان وده اللي حصل شفناه في قوافل ستر وعافيه ثمان قوافل حتى الان ويمكن ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون في انا في شهر متكامل في الصعيد بيتم العمل على قرى ومحافظات مختلفة من جنوب الصعيد ووسط الصعيد، وأيضا يمكن تكامل في البيانات المتداولة ما بين هذه المؤسسات بعضها وبعض. الأمر الأهم كمان بالنسبة لنا دلوقتي إن بقى في خريطة واضحة لتدخلات الدولة والأجهزة التنفيذية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده اللي يمكن بنشوفه النهارده مع الافتتاحات اللي سيد الرئيس بيقوم بيها في محافظة الأهلية منها قرية الحصص كنا كل الاعضاء التحالف موجودين فيها الاسبوع الماضي وقرى اخرى كمان في الدقهليه مش بس في شربين كنا موجودين في مركز ميد غمر وبعض المراكز الاخرى اللي بنشتغل فيها داخل الدقهليه وده شيء بيدل على التنسيق الجود ما بين ايضا اجهزه الدوله والاجهزه التنفيذيه في المحافظات واعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي عظيم كنتوا في الحصص الاسبوع اللي فات زي ما ذكرت عايز اعرف وضعها كان عامل ازاي الحقيقه القريه طبعا اتغيرت وهنشوف النهارده اثناء زياره السيد الرئيس القريه كانت من القرى المستهدفه من الاولى بالرعايه او القرى الاكثر احتياجا النهارده حصل تدخلات كبيره من مشروعات بنيه اساسيه وتحتيه وفوقيه ومنشات حكوميه هتشوفوا حضراتكم كمان المراكز اللي انشئت سواء مركز شباب او الوحده الصحيه تطوير المدارس الصرف الصحي خطوط الكهرباء اللي بيتم تغذيتها بشكل تدخلات مختلف. في كل القطاعات ده, ده صحيح ده صحيح مم. وكان تدخل التحالف الوطني هنا برضه شكله مختلف من مبادره ستر وعافيه ان بيتم التنسيق على مسح شامل لاكثر من 10000 ويمكن ناصل ل 15000 في بعض القرى بيتم الكشف الطبي في جميع التخصصات الطبيه بيتم تقديم من احدى الجامعات الشريكه في التحالف على مشروعات تمكين اقتصادي جامعتين او ثلاثه اخرى بيتم ترك الابواب عشان الاسر غير قادره او القاعده او ذوي الاحتياجات الخاصه المراه المطلقه الارامل كل ده بيتم دراسته وعمل مسوح ميدانيه عشان ندرس احتياجاتهم سواء التمكين الاجتماعي او التمكين الاقتصادي او الشق الطبي وايضا الشق التعليمي ما بننساش ابدا ان احنا عندنا دايما يعني احنا لسه اطلقنا الاسبوع الماضي مع السيد وزير التعليم العالي منح للطلبه من ابناء الريف كمان اللي هم بيقدموا للجامعات التكنولوجيه حضراتكم عارفين ان السيد الرئيس طيب. الان امر بانشاء 10 جامعات تكنولوجيه موجودين في المناطق الصناعيه الان فخريج هذه الجامعات احنا عندنا مشكله كبيره جدا في العنصر الفني في مصر م. التعليم الفني المتفوق بيقدم لهذه الجامعات بيحصل على مؤهل عالي من جامعات تكنولوجيه وفرنا الحمد لله في صناع الخير والتعليم العالي واحد الشركات القطاع الخاص تمويل ل 200 منحه لمده اربع سنين تكلفه 8 مليون جنيه وان شاء الله مستمرين نصل فيها باذن الله لاكثر من ألف منحه لطلاب التعليم الفني عشان يكونوا كمان عناصر في متابعه هذه المشروعات داخل قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه. العمل الاهلي والتنموي لسنين موجود في مصر وله تواجد دايما بيبقى قوي ولكن بعد الفتره الاخرانيه لما حصل التحالف ولما حصل وجود قواعد بيانات حقيقيه بقت الناس بتشتغل على اساس مش كل واحد بيشتغل لوحده بقى في تكامل صحيح. مش كل واحد شغال صحيح. لوحده. ده ظهر كمان قوي في دعم حياه كريمه. ده كلام نقدر نقول ان ده حصل ازاي لما قدروا الناس توحد الجهود مع بعض خليني اقول لحضرتك احنا يمكن كان اول لقاء بعد افطار الاسره المصريه وتوجيه السيد الرئيس بالدعم المباشر من اجهزه الدوله لاعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي ويكون في اطار تنسيقي ما بين مجلس الوزراء ووزاره التضامن والتحالف الوطني وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك ما بين الوزاره وما بين اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي عشان يكون قواعد البنات مرتبطه مظله الحمايه الاجتماعيه ده كان اهم حاجه بيوجه بها السيد الرئيس عشان الازمه الاقتصاديه العالميه اللي حصلت وعشان مم. الحرب الاوكرانيه الروسيه احنا شايفين عندنا الازمه مش بس في مصر الحقيقه الازمه على كل دول العالم ولكن كان لازم هنا كمان في اسره تتضرر اكثر هيبقى ممكن نزولهم تحت خط الفقر وده شكل بيبقى طبيعي في هذه الازمات مم. العالميه اللي بتحصل فلازم يكون في انقاذ بشكل سريع ليهم وهنا التحالف الوطني تدخل ب الف اسره بيقدم مواد غذائيه بيقدم دعم نقدي شهري السيد الرئيس كان امر بستة شهور وبعدين مديناها لمده سنه الاهم بالنسبه لنا هنا ان احنا كمان عاوزين يكون مش التنسيق على قد القواعد البيانات فقط ولا تدخلات من وزاره الحمايه ربط التماعي. قواعد البيانات ده بس مع الجزء اللي بيشتغل عمل اهلي وتنموي ولا بيحصل ده كمان بالتنسيق مع الجهات الرسميه وزاره التضامن الاجتماعي قاعده مز... البيانات متوفره لمين كلام حضرتك مظبوط هي الجزء هنا قاعده البيانات بتاعت تكافل وكرامه موجوده لدى وزاره التضامن الاجتماعي وهيئه الرقابه الاداريه ووزاره التموين وبالتالي كافه الوزارات المعنيه اللي لديها قواعد بيانات للاسر المستحقه م. من الدعم التموين او دعم تكافل وكرامه او ايضا اي تدخلات من المظلة الاجتماعيه اللي بتقوم بيها الدوله بيكون في تنسيق ما بين عشان ما نكررش في البيانات طيب. اسره تستفيد مره واثنين وثلاثه واسره بتتحرم وبالتالي ده اه ده ما كانش في تنسيق في الجهود الفتره الماضيه اللي بيحصل النهارده بشكل علمي ومنظم ان تنسيق الجهود دي كلها بقى من جهه واحده وقادرين نسيطر على عدم التكرار او عدم العداله في التوزيع لهذه الاسر. عظيم جدا، استاذ مصطفى منذ ان تم اعلان عام 22 عام للمجتمع المدني واحنا شايفين مجهود كبير جدا بتقوم به منظمات المجتمع المدني خلال الفتره اللي فاتت، لكن دخولها تحت لواء التحالف اعتقد هيغير شكل التعامل، احنا بنتكلم تقريبا من 28 فبراير انشا هذا التحالف، فبعد ما دخلت هذه المنظمات لازم شكل التعامل على الارض بكل تاكيد هيختلف بالنسبه لايصال الدعم للناس. مظبوط مظبوط، كلام حضرتك ده نقطه مهمه وده اللي احنا شفناه في قوافل اللي بتحصل ستر وعافية وكثير من الشركات الأخرى يعني احنا على سبيل المثال في كوبتون سيفن كنا ممثلين في المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بكل أعضاء التحالف الوطني بجناح في الجرين زون بنعرض هذه التجارب ونتبادل التواصل ما بيننا وبين المنظمات الدولية والجهات المانحة أيضا لعرض التجارب وعرض كثير من المشروعات اللي بتتم على أرض الواقع لدينا العديد من التدخلات في القرى المبادره الرئيسيه حياه كريمه وده شفناه ان احنا النهارده في مؤسسه احدى المؤسسات بتقوم على توعيه خاصه بسرطان الثدي اخرى م. بتقوم على قوافل طبيه خاصه بالعيون مؤسسه او جمعيه شريكه معنا في التحالف الوطني بتشتغل على ملف التمكين الاقتصادي. يعني كان في شرط في دخول هذه المؤسسات ان يكون متنوعه في تخصصاتها. لا حل. الحقيقه مش مش هو التنوع على م. على قدر هو النشاط، هل هي مؤسسه نشطه لها تاثير على الارض بشكل قوي؟ م. مش فكره كبر الحجم في الدخل فقط. ممكن يكون مؤسسات مركزيه لها مستشفى لعلاج سرطان الاطفال او القلب او سرطان الثدي ولكن هم موجودين في محافظه القاهره بيخدموا كل محافظات الجمهوريه نزولهم معانا في القوافل وفي الخطوات اللي بتتم على الارض بيفيد كتير جدا لانه يعتبر متميز في هذا النشاط على مستوى الجمهوريه بينتقل معانا لكل القرى الان للتوعيه والمسح الطبي وبالتالي بنقدر نشوف مين الاسر الاكثر احتياجا ونقدر نقلل طوابير الانتظار على الدوله كمان احنا عاوزين نخف العبء عن الدوله في هذه الظروف يعني مش فقط بس ان انا هقدم خدمه للمشروعات الصغيره او متناهيه الصغر لا انا بقدم في كل التخصصات سواء التعليم زي ما قلت منح الدراسيه اللي بتحصل سواء الجزء الخاص بالملفات التدوير والحفاظ على البيئه وهنا بنشتغل كمان على صغار المزارعين مؤسسه من احدى المؤسسات الهيئه القبطيه الانجليزيه بيشتغل على مبادره ازرع شبيهه لمبادره بدأ ابدا وبالتالي احنا عندنا النهارده مبادرات كثيره بتطلق من رحم التحالف الوطني العمل الاهلي بنبدا نفيد بيها صغار المزارعين صغار الاسر اللي محتاجه مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر كل هذه الخدمات لازم تقدم بعد الخدمه الكبيره اللي قدمتها الدوله في 4500 قريه بما يقرب من 800 مليار جنيه لازم المجتمع المدني هنا ينتشر بالتعاون مع الجامعات القاعدية اللي موجودة على الأرض في هذه القرى عشان ننفذ تدخلات اقتصادية واجتماعية ومظلة تنتشر لكل هذه الأسر احنا عندنا أكثر من 12 مليون أسرة محتاجين تدخل ودعم نقدي مباشر بشكل متواصل عشان خاطر نرفعهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الانتاج والاكتفاء ويبدأوا كمان يكونوا اسر منتجه ونصدر هذه المنتجات للخارج في الفترات القادمه. لسنين طويله كنا لما بنقول عمل اهلي كان بيجي في مخنا العمل الخيري. صحيح. القائم على الكرتونه بتاعه المواد الغذائيه والبطانيه بتاعه الشتاء. صحيح. بعد فتره وبعد يعني اعلان عام العمل بقى. المجتمع المدني. المجتمع الوضع اختلف تماما وابتدى يتم وضع يعني تصنيفات للعمل الاهلي. خرجنا بقى لمرحله جديده خالص بعد التحالف اللي هو تقسيم الناس لتخصصات ناس شغاله مزبوط. على اكل ناس شغاله على دعم ناس شغاله على تنميه مهارات ناس شغاله على تطوير تصنيع ومنح تعليميه التكامل ما بينهم بيحصل برضو وفق نفس قاعده البيانات ولا كل مؤسسه بتشتغل على اللي هي عايزاه لا خليني اقول حاجة ما فيش حد هيشتغل حسب ما الـ الـ الاهواء يعني <applause> هو في دراسات دلوقتي زي ما حضرتك قلت كده العمل الاهلي اتطور في مصر بشكل كبير جدا بقى قائم على البحث العلمي على الدراسات المسبقه في اداره المخاطر والازمات بقت موجوده والتدخلات والكوارث اللي بتحصل زي ما حضرتك شفتوا يمكن يعني في ازمه السيول العام الماضي كان في اكثر من 15 مؤسسه وجمعيه عليها موجودين في اسوان وفي راس غارب والمشكله اللي حصلت في القصير والبحر الاحمر الانتشار السريع ده وهو المجتمع المدني انشا من اجل هذه المشاكل يعني المجتمع المدني على مستوى العالم انشئ عشان شكل خاطر شكله تطور الاداء آه. كمان احنا النهارده ما بنشوف بره في الدول الاوروبيه او الغربيه بشكل عام الجمعيات الاهليه وهم ملايين الحقيقه احنا عندنا عدد يمكن مقارنه بيهم لسه ضعيف احنا بنتكلم في 55 الف جمعيه في مصر لما بنقارن على مستوى العالم لو دوله زي فرنسا او دوله زي كندا بنلاقي مليون جمعيه و800 الف و400 الف جمعيه هل الجامعات دي بتعمل في الاغاثه والكوارث والتنميه التمكين الاقتصادي والاجتماعي هم بيشتغلوا في جزء اخر شويه لان طبعا هي دول بقت متقدمه سواء صناعيا او آه على المستوى الاقتصادي فبيعملوا طبيعه تدخلاتها بتختلف بالظبط تدخلاتهم بيكونوا في البحث العلمي وانشاء الجامعات ودلوقتي لما نشوف اشهر الجامعات على مستوى العالم هي قائمه على الجامعات الاهليه يعني هي دونيشن او تبرعات مم. ودعم من رجال اعمال ومؤسسات زي بيل جيتس وغيره من كبرى رجال الاعمال والشركات العالميه هي اللي بتمول هذه الجامعات اللي تنشئ هذه الجامعات طيب لما نيجي نقارن على المستوى المحلي ومستوى مصر هل الجامعات بتتطور بنفس الاداء لدينا جمعيات مركزيه وجامعات من اعضاء التحالف وغير اعضاء التحالف الوطني العام الاهلي بيشتغلوا بشكل باسلوب علمي باسلوب مدروس بخطط استراتيجيه موضوعه من لجان استشاريه داخل هذه المؤسسات بتعمل كمان تنسيق الجهود ده كان شيء غايب عن منظمه المجتمع المدني، حضرتك بتقولي كانت الفكره عندنا النهارده ان انا هوزع مليون بطانيه، لا احنا عندنا مليون كرتونه مواد غذائيه، لا في عيد الاضحى هنوزع لحوم الاضاحي. هذه الانشطه مطلوبه أماكن محدده ولا, ولا مش لكن اللي بي... على المحافظات الحدوديه ما كانش بياخد، لكن الناس كانت بتشتغل في ده تنسيق الجهود اللي حصل هنا بقى، هل احنا النهارده بنقلل من قيمه هذا العمل الخيري؟ لا، العمل الخيري قائم ولكن بقى الموضوع اكثر شمولا وتطورا بقى عمل تنموي منظم ومدروس ولو استراتيجية واضحة مع الدولة الدولة وضعت استراتيجية مثلا على سبيل المثال في المبادرة القومية الرئاسية حياة كريمة احنا هنطور 4500 قرية و30 م. ألف عزبة ونجع وتابع في ثلاث سنين لأربع سنين أو حتى لو وصلنا لخمس سنين فهذا إنجاز كبير جدا صحيح. وإنجاز تاريخي ما حصلش غير في مشروعين هم كانوا الأعظم في تاريخ مصر على مدار السنوات الماضية هو مشروع قناة السويس ومشروع السد العالي النهاردة م. حياة كريمة بتضاهي هذه المشروعات بنقول هو انجاز بيحصل فيه اهم انجاز بيحصل في تاريخ مصر الحديث وبالتالي احنا بناصل النهارده من 800 من مليار الى ما يقرب من تريليون جنيه م. وده الرئيس قاله يمكن في اخر مؤتمر له قال احنا كنا بنقول 700 مليار وبعدين دوره رئيس مجلس الوزراء عرض قال فندم احنا منزلنا على الارض ميزانيه لأن الموضوع الميزانيه هتوصل لاكثر من 800 مليار م. والتقارير الاخيره لا احنا هنصل لتريليون جنيه وده الحقيقه ما حصلش في اي صحية. تدخل قبل كده في عصر احنا يمكن عاشرناه على مدار السنوات الماضيه. استاذ مصطفى انا شاغل بالي انتوا ازاي بتختاروا المكان اللي هتعملوا فيه مبادره بخلاف قرى حياه كريمه يعني ازاي بتنزلوا المحافظه مثلا من المحافظات او قريه او مركز وتعملوا فيه مبادره صحيه وفي حاجات كتير عايزين نتكلم فيها عن القوافل اللي انتوا اطلقتوها واللي لسه هتطلقوها الفتره الجايه. الحقيقه يمكن ده بنسقه مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع الساده المحافظين في القرى المستهدفه في المبادره الرئاسيه حياه كريمه في المرحله الاولى م. احنا بنشتغل يمكن على 1500 قريه ان شاء الله بنهايه ديسمبر هنكون وصلنا تقريبا ل 85% من المستهدف هنكمل شويه كمان لسه في اول 23 يعني عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله نكون خلصنا قرى المرحله الاولى دي سواء على مستوى المؤسسه او على مستوى التحالف وحياه كريمه في نهايه شهر ستة القادم في 23 باذن الله وده كان مم. اللي يمكن الخريطه الزمنيه اللي احنا حاطينها احنا يمكن في شهر ديسمبر بس عندنا 19 قافله طبيه بما يقرب يمكن معدل في اليوم الجمعه من كل اسبوع خمس قوافل طبيه في خمس قرى ام تضم عزب ونجوع مختلفه كله في في قرى حياه كريمه ولا كله قرى في... حياه كريمه بنشتغل آه. على يمكن بشكل مباشر على القرى المستفيده المرحله الاولى والمرحله الثانيه زي ما حضرتك عارف دلوقتي الكرة المرحله الثانيه بدا يكون في حوار مجتمعي داخل القرى دراسه احتياجات ومسوح ميدانيه فرق المتطوعين من حياه كريمه بيعملوا على الارض بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والساده المحافظين عشان يكون في دراسه احتياجات مباشره طب و... الاحتياجات الصحيه بنراعيها ولا القافله بتنزل فيها كل التخصصات لا الحقيقه احنا يمكن متخصصين شويه في القوافل طبعا بتاعه ستر وعافيه من ضمن مم. التحالف الوطني عامل جميع التخصصات تقريبا بتكون موجوده من كل الجامعات الطبيه المختلفه اللي هم اعضاء التحالف الوطني احنا على المستوى الخاص بصناع الخير بنشتغل في قوافل متخصصه شويه وهي بتق... الأمراض العيون والقدم السكري وامراض القلب والامراض الجلديه المزمنه للاطفال مم. وده الحقيقه بنستهدفه بشكل مباشر ان احنا عندنا ما يقرب من 20 قافله شهريا كل اسبوع معدل خمس قوافل طبيه بيجرى فيها عمليات يعني ال 20 قافله بتكلف تقريبا ما يقرب من 6 مليون جنيه لو بنتكلم على اجراء عمليات جراحيه من زراعه قرنية وشبكيه وميه بيضاء وميه زرقاء كل هذه الامراض منتشره بشكل كبير في الكره المصريه وهنا بنستهدف الامراض العيون بشكل مباشر وامراض القدم السكري ودي الحقيقه انشانا ليها 20 غرفه في 20 جامعه مصريه بالمناسبه يمكن من ضمن الاهداف المباشره للتحالف الوطني ايضا هو تحويل الاسر اللي عندها مشاكل في القدم السكري لهذه الغرف مبادره قدم صحيح داخل الجامعات المصريه اللي بتقوم عليه المؤسسة في دعم كل الأدوية لمدة ست شهور أو لحين شفاء المريض بشكل مباشر عشان نحميهم من الباتر وده هدفنا غرفة في المستشفيات الحكومية أخذنا غرف داخل الجامعات المصرية الحكومية الغرفة باسمها مبادرة قدم صحيح احنا اللي جهزناها جميع الأجهزة الأدوية بتصرف للمرضى مجانا لأنها مش على نفقة الدولة وبالتالي المؤسسة صناع خير بتمد غرف مبادرة قدم صحيح بشكل شارب التعاون مع وزاره التضامن وبرعايه كريمه من معالي الوزيره ان احنا كل الادويه متوفره داخل الغرف المريض بيصرف الدواء مجانا بنتابعه لمده ست شهور لحين ان يتم شفائه ويحمي من بتر قدمي احنا بنحمي تقريبا في السنه ما يقرب من مية الف مواطن من بتر القدمين يمكن حضرتك مؤخرا او امبارح كان الرئيس بيتكلم على الاطراف الصناعيه م. احنا مش عاوزين نوصل لفكره الطرف الصناعي عاوزين يبقى هو المواطن رجله سليمه قادر يعمل بيصرف على اولاده لانه هو النهارده لو حصل لا قدر الله باتر انت محتاج اطراف صناعيه محتاج معاش شهري محتاج تصرف على او تنفق على ابنائه في العمليه الدراسيه فهنا بنحمي وبنوعي كل الاسر داخل قوافل ستر وعافيه او قوافل صناع خير بتتم على مستوى كره حياه كريمه على مستوى شايفين دولة. مع بعض القوافل المختلفه فكره اه دي يمكن خطه شهر ديسمبر بالكامل أيوة. في جميع المحافظات يعني احنا ما بنسيبش محافظه لسه انا يمكن منزلين دلوقتي الخطه اما منشورة على صفحه المؤسسه لقينا اهالينا في مرسى مطروح بيطلبوا احنا عاوزين قوافل في السلوم وسيدي براني وفي مدينه الحمام ومراكز كتيره جدا فقلنا لهم ان شاء الله في يناير عاملين حسابنا ان احنا هنبدا نحط ثلاث او اربع مراكز في محافظة مرسي مطروح والوادي الجديد في الخارجة والداخلة وأيضا الوحات البحرية بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء والحقيقة هنا أنا عاوز أشيد وأشكر دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الطبية للاستغاثات في مجلس الوزراء